جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. ويلاقي نص التاني ويروح، يروح معاه ويملى الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحد 17 إبريل 2022 الموافق 16 رمضان 1443 هجرية. صباح الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من هذا الصباح على شاشة أكسترا نيوز. والنهاردة الأحد يوم مميز جدا لأنه أحد الزعف أو السعف، كلنا بنقول الاثنين. كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة وكل إخواتنا وصحابنا وجيراننا وحبايبنا المسيحيين طيبين وبخير. ده أسبوع الآلام طبعا، واللي بيكون فيه ومن قبله بيسبقوا الصوم الكبير، وبنكسر الصوم مع احتفالات الربيع. يكون الأسبوع القادم إن شاء الله يومي الأحد والاثنين اللي هي كلنا بقى بنحتفل فيها مع بعض بشم النسيم وأعياد الربيع. يا رب كل أيامنا في مصر خير وبركة وسعادة. النهاردة بقى تبقى حلوة جدا لو كل واحد فينا كده عزم صاحبه أو جاره أو صديقه المسيحي على الفطار، وهم يعني حبايبنا وأهل البيت الكرام، مش محتاجين عزومة، لكن تبقى حلوة جدا وتجميعة على خير. يا رب كل صيامنا وكل أعمالنا الطيبة ترفع إلى السماء مقبولة طاهرة خالصة لوجه الله تعالى، ويديم علينا جميعا يا رب نعمة الحب والأمن والأمان والسلام والمحبة في هذا البلد الآمن المطمئن بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. بصبح على حضراتكم، بصبح على كل زملائي في هذا الصباح، وأكيد بصبح على زميلي باسم. صباح الفل يا باسم. صباح الخير عليك يا منة، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل المصريين وكل المسيحيين ومصر كلها بخير وطيبة دايما يا رب. النهاردة فعلا حد السعف، والأسبوع اللي جاي إن شاء الله، يعني احنا خلاص بنتكلم على مدة صغيرة جدا، وهيبقى العيد، عيد المسيحيين وعيد المسلمين، أيضا عيد الفطر المبارك إن شاء الله، يعني مدة زمنية متقاربة جدا بين الاثنين. يا رب دايما عندنا يعني أعياد، ودايما عندنا المناسبات المختلفة بنحتفل فيها دايما مع بعض، بيبقى دايما ليها طعم مميز يا منا، وليها طعم عارفة مختلف كده لما كلنا في مصر بنكون بنحتفل مع بعض، والفرحة بتعم يعني في كل أنحاء البلد دايما. صحيح. يا رب إن شاء الله. صحيح. طعم الكحكة كده، بطعم الكحكة بالظبط. الكحكة كده بيجي كده، أعياد كلها تبقى مع بعض، بتبقى روح حلوة جدا، ما كلنا بنهني بعض وبنعيد على بعض بالزبط. كل واحد فينا بيصوم، ودي مش أول سنة، مش أول سنة يتوافق الأعياد مع بعض. احنا بقالنا كذا سنة حقيقي، وما شاء الله ربنا يديمها نعم علينا، بتيجي أعيادنا كتير مع بعض في مناسبات كتيرة جدا. ربنا يا رب يجمعنا دايما على خير يا رب. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة مميزة في هذا الصباح، عندنا فقرات كتيرة قوي، هنتكلم عن الاتصالات والاستثمارات، وهنتكلم عن مش عايز احرق يعني كل الموضوعات، ان شاء الله هنحاول ناخد اكبر قدر ممكن من الفقرات والموضوعات النهارده. بس كمان متحمسه قوي اقول لحضراتكم انه هيكون معانا ان شاء الله بث مباشر على الهواء مباشره من مركز الوقف في انا، هيكون معانا بدء موسم حصاد القمح المحلي في احد المزارع، وزميلنا احمد الافيوني مراسل اكسترا نيوز هياخدنا هناك على الهواء مباشره ان شاء الله، نشوف مع حضراتكم كده البث المباشر، نفرح مع بعض لما بنضرب الارض وبنحصد القمح. الموسم نفسه ده بيفكرنا بخيرات الله عز وجل التي لا تنقطع ولا تنتهي. كل ما علينا احنا بس كبني ادمين ان احنا نحمد الله على وجودها، وان احنا نراعي ربنا فيها، نراعي ربنا في بذره القمح الواحده، ونراعي ربنا في نقطة المية الواحدة. وأتمنى النهاردة وقتنا يسمح أن احنا نتكلم مع حضراتكم على موضوع استهلاك المياه وبعض النصائح المهمة جدا. بالضبط كده يا منة، وهنبدأ بقى أولى فقرتنا إن شاء الله كالعادة بأول خدمة في خدمتنا في هذا الصباح، وهي خدمة الطقس. أكيد حضراتكم لاحظتوا ارتفاع الحرارة ودرجات الحرارة على مدار يعني الأمس والنهاردة، هنشوف هتوصل لكام، هنشوف هتقعد قد إيه، الأحوال الجوية المختلفة اللي هتبقى مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة النهاردة إن شاء الله، كل ده مع زميلة نسرين فؤاد. صباح الخير يا نسرين. صباح الخير يا باسم. صباح الخير طبعا يا منى، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل اللي بيشوفونا بخير. طبعا حالة الطقس من أهم الفقرات اللي بندور عليها كل يوم علشان نعرف ايه هنلبس ايه النهاردة، ونعمل حسابنا على ملابس شكلها ايه، وطبعا مشاهدينا نعرف
من خلال توقعات هيئة الأرصاد الجوية اللي تتوقع أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تصل لتسع درجات على القاهرة، يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. أيضا أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. خلونا نستعرض مع حضراتكم كمان درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وكل محافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى فيها 22 درجة العظمى 39، الإسكندرية 21 درجة الصغرى العظمى 38 درجة، مطروح الصغرى 19 العظمى 36، بورسعيد 21 الصغرى العظمى 34 درجة. خلونا نروح كمان لمحافظات أخرى، شرم الشيخ 25 درجة الصغرى العظمى فيها 36، الغردقة 24 الصغرى العظمى فيها 35 درجة، الأقصر 24 درجة العظمى فيها 42 درجة، أما أسوان 25 درجة الصغرى أما أخيرا العظمى فيها 42 درجة. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية اللي دايما بتكون معانا وتطلعنا على كل جديد في حالة الطقس. صباح الخير يا دكتور، نتعرف من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة هتكون إيه؟ تفضلي. صباح الخير طبعا على حضرتك استاذه نسرين، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا بالفعل اليوم بيستمر ارتفاع درجات الحراره، يمكن اليوم ذروه ارتفاعات درجات الحراره، متوقع ان درجات الحراره توصل ل 39 درجه مئويه اليوم على القاهره الكبرى، يعني اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي 8-9 درجات. الاجواء خلال فتره النهار هتكون اجواء شديده الحراره على كافه انحاء الجمهوريه خلال فتره النهار، لان احنا طبعا بنتاثر بوجود منخفض جوي خمسيني موجود على الصحراء الغربية بيقلب كتل هوائية جنوبية غربية شديدة الحرارة بتعمل على ارتفاع درجات الحرارة. أما خلال ساعات الليل فالطقس هيكون معتدل الحرارة على أغلب المناطق أيضا، لأن طبعا كمان في ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة الليل وهتوصل ل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. طبعا كمان اليوم في نشاط للرياح هنبدأ نشهده من بعد فترة الظهيرة إن شاء الله، سرعات الرياح هتكون ما بين 40 والخمسين كيلو متر في الساعة اتجاهات جنوبية غربية، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق الجمهورية، وكمان هتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية، الأماكن المكشوفة، المدن الجديدة. كمان اليوم فيك طبعا فرص لسقوط الأمطار خلال فترة المساء على أقصى غريب شوية البلاد. هو طبعا غريب ارتفاع درجات الحرارة مع يعني هطول أمطار، هو طبعا مع تغير الكتل في المناطق الموجودة في غرب البلاد، لأن طبعا الكتل الهوائية الباردة تبدأ تأثر على المناطق الموجودة في غرب البلاد زي مطروح والسيوم خلال فترة المساء، فيبقى معاها فرص لسقوط الأمطار، هي فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية إن شاء الله. طبعا احنا بنقول ارتفاعات درجات الحراره اليوم والذروه اليوم، لكن متوقع ان شاء الله من يوم الثلاثاء القادم انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، هنعود تاني للاجواء الربيعيه المعتدله خلال فتره النهار المائله للبروده خلال فترات الليل. طيب لو تعرفينا اكتر عن درجات الحراره في المناطق الساحليه سواء مطروح، اسكندريه، بحيره وما شابه، وكمان عايزين نعرف الصعيد، اهالينا في الصعيد يعملوا حسابهم على درجات حراره قد ايه تقريبا؟ هو يمكن اليوم ذروه ارتفاعات درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، يمكن اليوم كمان درجات الحراره على سواحلنا الشماليه هتكون ما بين 36 و37 درجه مئويه، يعني اجواء شديده الحراره على السواحل الشماليه، اما المناطق الموجوده في شمال وجنوب الصعيد درجات الحراره فيها بتتجاوز ال 40، بتوصل ل 42 درجه مئويه على جنوب الصعيد، يعني اجواء شديده الحراره. لكن السواحل الشماليه ان شاء الله من مساء اليوم وغدا تبدا تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، تبدا تاني درجات الحراره على السواحل الشماليه الغربيه تعود للمعدلات الطبيعيه باذن الله. طيب دكتوره منار، اخيرا نصائح هيئه الارصاد الجويه للمواطنين في ظل هذه التقلبات اللي بتمر بيها في معظم محافظات الجمهوريه، اتفضلي. هو طبعا النصيحة الأولى والمهمة الفترة دي إن احنا لسه مش عاوزين نغير نوعية الملابس خلال فترة الليل، لسه خلال فترات الليل محافظين على الملابس الشتوية على الأقل الخفيفة، أو حتى واحنا خارجين يبقى دايما معانا جاكيت لما نحس بانخفاض درجات الحرارة نرتديه، لأن إن شاء الله متوقع من يوم الثلاثاء يحصل ثاني انخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل. كمان تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ده هيحمينا من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
كمان اصحاب مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، تجنب التعرض للاتربه والرمال المصارة لو انا هضطر للخروج يبقى دايما في كمامات ونظارات شمسيه، والمتابعه الجيده للنشرات الجويه لان فصل الربيع دايما معروف بتقلباته الجويه الحاده والدائمه. شكرا ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجوية، على وجودك دايما معانا ومطمنانا دايما. وطبعا لازم نرجع لي منا وكمان باسم عشان نكمل باقي فقرات هذا الصباح ونعرف معاهم كمان كل تفاصيل اليوم. تفضل. شكرا ليكي نسرين، وحنعود إليكي مرة أخرى إن شاء الله في مزيد من خدمتنا الإخبارية خلال هذا الصباح. شكرا ليكي. احنا عارفين طبعا انه احنا يوميا بنتابع احنا كمواطنين حتى مش بس في الاعلام ايه اللي الدولة بتعمله علشان تحاول بقدر المستطاع تثبت اسعار، مش هقول تقلل طبعا لان هو في الغالب ما فيش اسعار بتقل وانما في تثبيت للاسعار وفي فكره رقابه على الاسعار، فما بيبقاش كل حد حر ان هو يسعر بالشكل اللي يعجبه او بالطريقه اللي تعجبه، واللي انا بقوله ده لا يتعارض اطلاقا مع ما يعرف باليات السوق من عرض وطلب، بالعكس دي كلها بتبقى منظومه متكامله تسعيريه. كمان انه يبقى في وفره في المنتجات وانه تكون الجوده عاليه، اعتقد الثلاث او الاربع محاور دول هم الاساسيين اللي اي وقت بتسمع فيهم انه الدوله بتعمل حاجه، مجمعات استهلاكيه، منافذ ببيع، او حتى حملات زي الحملات التفتيشيه كده على المناطق اللي بيتم فيها التعامل مع الجمهور والبيع هذه السلع الاستهلاكيه لهم، بتكون بصة جدا لهذه العناصر اذا ما كانت متوفره ام لا. بالظبط، وعلشان يبقى في ضمان لتوافر كل هذه العناصر يا منى بيبقى في جولات تفقديه من وقت للتاني ومجهودات من الوزارات المختلفه بالتعاون مع بعض طبعا وحتى مع المحافظين، زي مثلا الزياره اللي تفقد خلالها اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه وايضا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره بالامس سوق العبور للجمله من اجل متابعه توافر احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهه والاسماك والتمور باسعار مخفضه خلال شهر رمضان المبارك. يعتبر سوق العبور طبعا أكبر أسواق الجملة في محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة. أكد شعراوي حرص الدولة على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة وبأسعار مناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا نروح مع حضراتكم كده يعني إلى صورة يرسمها لنا ويضعنا فيها دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عشان نعرف أكتر ما هو متوافر في سوق العبور، الحملات التفتيشية دي إلى أي شكل، هي حملات دورية؟ إحنا اللقطات اللي شايفينها على الهواء دي الحقيقة سوق العبور اللي ما راحش في حضراتكم بس أكيد سامع إنه مهول كمساحة، يعني هو جوه حضرتك لو مش داخل وعارف أنت رايح عايز تاخد إيه بالظبط أو تروح فين بالظبط، لا يعني هتقعد حبة حلوين بتمشي جوه لأنه شاسع المساحة وفي كل انواع السلع الاستهلاكيه اللي ممكن نكون محتاجينها. دكتور خالد معانا هاتفيا، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذه منى، صباح الخير. صباح الفل على حضراتكم. صباح الخير على حضرتك. محافظات مصر كلها فعلا. سوق العبور النهارده ما بقاش مجرد سوق فيه شويه خضار وفاكهه وحاجات الناس بتحتاجها، ده اصبح احد دعائم الحركه الشرائيه في مصر. كل يوم عندنا ناس كتيرة وقطاعات كبيرة، تجار تجزئة وجملة، المواطنين المستهلكين بيروحوا وياخدوا طلباتهم منه. كلمنا أكتر عن أحدث الجولات التفقدية اللي كانت موجودة ووضع السوق عموما وإقبال وتفاعل الناس فيه إيه يا دكتور؟ يعني خليني أقول لحضرتك بالفعل يعني زي ما حضرتك تكرمت وعرضتي أنه بالفعل سوق العبور هو من اكبر الاسواق الموجود في المنطقه المركزيه والمحافظات المحيطه بها. احنا بنتكلم عن سوق عباره عن منظومه لوجستيه متكامله 330 فدان يتضمن ساحات للتخزين وللتبادل وللشراء. اهم حاجه في هذا الامر هو انه معالي الوزير قعد وسيد محافظ القاهره مع التجار امبارح و ناقش معاهم اليات ضبط الاسعار اللي موجوده في السوق باعتبار انه من اكبر اسواق الجمله لبيع الخضار والفاكهه والتمور والاسماك وغيرها من كل احتياجات الاسره المصريه، واكد عليهم كمان ان الدوله المصريه
واقفة معاهم، وخاصة إن سعر السولار اللي هو يعتبر يعني مصدر الطاقة لأدوات النقل كلها الدولة حرصت على تثبيته، وده علشان تثبت تكلفة النقل، ومن ثم عرض عليهم جهود الدولة المصرية، وهم في نفس الوقت أعلنوا أن هم واقفين مع الدولة لصالح أهلنا في المواطنين في المحافظات المصرية، ووعدوا كمان أنه الزيادة اللي حصلت في أسعار الخضار والفاكهة إن شاء الله هيكون في انخفاض، وأنه قالوا أن الانخفاض اللي هم ساهموا فيه بيتراوح من 30-50% على بعض الأصناف، لكن هم وعدوا كمان أنه الفترة القادمة هتشهد انخفاض آخر خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك. وكمان طالب التجار بزيادة طبعا جهود الدولة في ما يتعلق بنشر الثقافة الزراعية والإرشاد الزراعي، خاصة مع ظل التغيرات المناخية الحالية، ومؤكدين طبعا على أهمية المشروعات القومية اللي أطلقها السيادة الرئيس في مجالات الزراعة زي الصوب الزراعية ومشروع المليون ونص فدان. كذلك الأمر خليني أكد لحضرتك أنه وجه معالي الوزير اللي هو شعراوي حديثه للتجار سوق العبور، وقال لهم احنا جايين نحط ايدينا في ايديكم لان دوركم مهم جدا، ونشكركم على ما تقوموا به من المساهمه في السيطره على الاسعار والتخفيف على اهلنا في المحافظات المصريه. خليني اقول لحضرتك واحنا بنتكلم دلوقتي هناك على مدار اليوم هناك زيارات متتاليه من جانب الساده المحافظين بناء على توجيهات معالي الوزير فيما يتعلق ب متابعة الأسواق بشكل يومي، بحيث أنه يحصل نوع من أنواع الحد من أي زيادات ممكن أو أي تصرفات غير مسؤولة من البعض من التجار. وده احنا بنشوفه بالفعل يا دكتور خالد، يعني يمكن هذه الزيارة هي مثال لمثل هذه التحركات، ولكن أيضا شفنا زيها على مدار الفترة السابقة بشكل شبه يومي في المحافظات المختلفة، المحافظين والمسؤولين بينزلوا في الأسواق المختلفة لمتابعة أسعار السلع وضمان أن هي ما يبقاش في مبالغة في أسعارها. خلينا نستغل يعني وجود حضرتك معنا دكتور خالد علشان نتأكد، كان في بعض خلينا نقول البلابل يعني او خلينا نقول القلائل على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني البعض كان بيتحدث عن بعض الاسعار يعني حاله من البلبله، الحقيقه ملهاش داعي لان هي فهمنا امبارح بوجود يعني ابراهيم عزت مراسلنا في سوق العبور، وكان بيتحدث مع الاستاذ حاتم المتحدث الرسمي باسم السوق، وكان بيتكلم على ان هو اما بتكون في سلعه معينه او منتجات ومحاصيل زراعيه معينه في غير الموسم بتاعها طبيعي ان هو بيبقى فيه زياده في اسعارها لقله المعروض. دي نقطه برضو نحب ان احنا نستوضح من حضرتك، ويا ريت حضرتك تاكدها للمواطنين، عشان كان اللي كان بيتكلم على سعر الباميه مثلا اللي غاليه، او كان بيتكلم على محشي ورق العنب او يعني ورق العنب نفسه ان هو برضو كان اسعاره غليت، الطماطم وغيرها. الفكره ان هو كل ده في غير الموسم بتاعه طبيعي ان اسعاره بتبقى اعلى من العادي. يعني هو دايما الفجوات اللي بتحصل السعريه دي فيما يتعلق بالمواسم اللي هي بتبقى ما بين المواسم، يعني قبل موسم الحصاد مثلا حضرتك اتكرمت بخصوص العنب ورق العنب فيما يتعلق، كل دي حاجات بتبقى في غير موسمها الطبيعي، الامر اللي بترتب عليه المعروض منها او الاتاحه منها بتكون اقل من الطلب، ولكن تاجيل الطلب او ترحيل الطلب على مثل هذه النوعيه بيحد من الارتفاع الغير مبرر من جانب البعض في الاسواق. وخليني اقول لحضرتك اهم شيء هو كمان الاتاحه، زياده ساحات العرض، يعني لما نقول ان هناك ما يزيد عن 21,000 شادر سواء ثابت او متحرك على راسها معارض اهل رمضان على مستوى المحافظات المصريه، استهداف وزاره التنميه المحليه لبعض المبادرات المجتمعيه والشبابيه اللي موجوده على ارض المحافظات المصريه زي سند الخير اللي بتوصل الى الاحياء الشعبيه كسيارات متنقله تعرض حوالي 37 سلعه فيما لا يقل عن 100 سياره تصل الى القرى الاكثر احتياجا في محافظات سواء الصعيد او الدلتا او غيرها او المنطقه المركزيه المناطق البعيده النائيه، وتعرض السلع بتخفيض من 20 الى 25%، كل ده بيساهم في زياده المعروض السلعي وبالتالي بيحد من الارتفاع في الاسعار. جانب ثاني هو جانب الطلب من جانبنا كمواطنين ان احنا نشتري احتياجاتنا وما يبقاش عنصر التخزين هو الغالب علينا،
الأمر ده هيخلي برضو المعروض السلعي كافي بشكل كبير جدا لاحتياجات احتياجاتنا كمواطنين، وخاصة ان كل دي الادوار المتوازنة دي بيننا كأسواق عرض وطلب ده بيساهم في بالظبط يا فندم، بيساهم في احداث التوازن في اسعار السلع، وخاصة في مقدمتها السلع ذات الاحتياج اليومي زي ما حضراتكم شايفين من الخضار والفاكهة والتمور والاسماك وغيرها، وكل ده لمصلحة اهلنا في المحافظات المصرية. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، جزيل الشكر حضرتك يا فندم، يعني وضعتنا في الصورة. انا عارفة انه فكرة التعامل المباشر ما بين المواطن والتاجر او البياع في السوق تحديدا، اللي هي الطلبات اليومية بتاعة الخضار والفاكهة والحاجات اللي احنا بنحتاجها يوم بيوم، خصوصا طبعا في شهر رمضان، يعني دي حاجة موجودة على طول، احنا يوميا بنحتك بده. بس هي فكرة انك انت تاخد فكرة بقى من بعيد شوية اكتر عن السوق نفسه. سوق العبور النهاردة اصبح قوة اقتصادية، هو بيشكل في حد ذاته قوة اقتصادية من حيث المساحة، من حيث عدد المترددين عليه، عدد التجار اللي بيتعاملوا معاه، وعدد المستهلكين طبعا اللي بيروحوا له من اماكن كتيرة جدا، مش بس من المناطق القريبة منه. فكرة انه السلع متوفرة دي بتشعرنا بالامان، متوفرة والحمد لله، يعني الكلمة اللي دايما نقولها كل ما حاجة بتخلص على طول الجديد بينزل وراها على طول، الحاجة ما بتلحقش تقعد، وبالتالي الفريشنس أو قد إيه الحاجة طازة دي يعني حاجة مش محتاجين نسأل فيها، لأنه العملية الاستهلاكية شغالة يوم بيوم، وبالتالي بنكون سعداء لما نطمئن أنه في قوة من مصدر القوة الاقتصادية عندنا فيما يتعلق بالسلع الأساسية في حالة استقرار، والناس مقبلة عليه الحمد لله، والأسعار فيه تكون متوازنة إلى حد كبير جداً. نروح إلى خبر آخر يا باسم. خبر آخر ما بيقلش أهمية يا منا، لأن إذا كنا عايزين أن احنا نطمن على الوفرة في المنتجات الغذائية وفي أسعارها، عايزين برضو نكون يعني بنفس الدرجة من الأهمية بيأتي المياه وأهمية الحفاظ على مصادرنا من المياه. عشان كده تلقى دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يعني تلقى تقرير بيستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية في جميع المحافظات من أجل إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري. التقرير ده أوضح أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 55 ألف حالة من حالات التعدي بمساحة حوالي 8 ملايين متر مربع، وده بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. خلونا ناخد هاتفيا لمزيد من التفاصيل للأستاذ محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اسمح لي في البداية أسأل حضرتك، ال 55 ألف حالة تعدي اللي حضراتكم اشتغلتوا عليهم ده كان في مدة زمنية قد إيه مدتها؟ بنتكلم عن حوالي في خلال 6 شهور اللي فاتوا بمعدلات عالية جدا، يعني احنا يعني في بعض الأيام بنصل ل 900 حالة إزالة أو 1000 حالة إزالة يعني. فالحمد لله مجهود كبير جدا من أجهزة الوزارة في تنفيذ هذه الحملات الضخمة من الإزالات. والحقيقة مش احنا بس، يعني احنا بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية في كل محافظة ومع الأجهزة المحلية في المحافظات اللي بتتم فيها أعمال الإزالة، وبنستخدم معدات الوزارة، وفي بعض الأوقات بنستعين بالإضافة لهذه المعدات بمعدات الوحدات المحلية لتنفيذ هذه الإزالات، وفي بعض الأحيان الأهالي نفسهم بيقوموا بنفسهم بإزالة هذا التعدي بعد ما بيروح لهم إنذار من أجهزة الري في هذه المحافظة وبيقوموا بعملية الإزالة بنفسهم. تمام. طيب أنا كنت بسأل حضرتك يا فندم لأنه أنا فاكرة 2016-2017 تقريبا لو أنا فاكرة صح، أول ما سيادة الرئيس بدأ يتكلم على موضوع التعدي على أراضي الدولة وأملاك الدولة ونهر النيل، وقد إيه دي فرص ضائعة على الدولة، وقد إيه ده تشوه حضاري في شكل الشوارع حتى عندنا، وبيؤدي إلى عشوائيات وبيؤدي إلى عدم تخطيط. لما بدأت الدولة تاخد الموضوع ده جد جدا، كنا كتير قوي أو طول الوقت كنا متابعين في الإعلام، إحنا بقالنا فترة موضوع عدد حالات أو مخالفات التعدي على أراضي الدولة كموضوع إعلامي يعني مش بنسمعه كتير قوي زي الأول، بس أنا واثقة إنه إحنا على الأرض بنشتغل. فحضرتك بتقول 55 ألف حالة تعدي قدرتوا تتحققوا منها في خلال مدة زمنية حوالي 6 شهور، ده رقم كبير، ده يعني أكبر دليل إن حضراتكم شغالين على الأرض فعلا
كل يوم الناس شغالة يعني طول اليوم، حتى بالليل بيبقى في إزالات، في بعض الأوقات في إزالات فورية بتتم، يعني أول ما بيتم رصد مخالفة سواء من أجهزة الوزارة نفسها أو من خلال أي شكاوى بتيجي للوزارة بيتم التعامل فورا مع هذه التعديات وإزالتها على الفور يعني. فمجهود الحمد لله كبير، وإحنا بنعمل كل دوت أولا وأخيرا لمصلحة المواطن. يعني هو ما ينفعش أن شخص واحد علشان عايز يحقق مكسب ذاتي ليه هو بس بيتعدى على نهر النيل أو على ترعة أو على مصرف، هو بيكسب هو كفرد، ولكن انت بتأذي ملايين غيرك طبعا. لما انت بتردم في مجرى نهر النيل، ده المجرى الرئيسي اللي بيوصل الميه لعشرات الملايين. فما ينفعش ان واحد لمجرد انه عايز ياخد حته ارض يعمل عليها مشروع او يوسع ارضه الزراعيه او يعمل مثلا ملعب او كازينو او حاجه يأذي عشرات الملايين، شيء غير منطقي وغير مقبول طبعا، عشان كده الدوله بتتعامل معه بمنتهى الحسم. ايضا التعديات على الترع وعلى المصارف، الترع دي بتوصل ميه لزمام ممكن 1000 5000 10000 فدان، ما ينفعش شخص واحد يبني على منافع هذه الترعه، بيعوق اعمال الصيانه، بيتعدى على المجرى المائي للترعه ويؤذي 10000 فدان، بتأذي الاف من المزارعين اللي هم جيرانك واهلك. التعدي على المصارف ايضا شيء في منتهى الخطوره، لانه لو حصل لا قدر الله انسداد لاحد المصارف، المياه هتتجمع في هذا المصرف وتبتدي تعلى وتخش تغرق البيوت والاراضي الزراعيه، انت بتاذي الاف من البشر غيرك. التعدي حتى على محطات الرفع اللي هي سواء على الترع او المصارف، انت بتاذي الاف من البشر، فده شيء غير مقبول والدوله بتتعامل معاه بمنتهى الحسم. ما ينفعش شخص لتحقيق مكسب شخصي يؤذي عشرات الالاف ويمكن ملايين من الناس غيره علشان منفعته الشخصيه هو كفرد، فده امر طبعا غير مقبول على الاطلاق، وعشان كده الدوله بتتعامل بكل هذه الجديه وهذا الحسم مع الملف الاول. عشان كده مهم يكون في تعاون من كل المواطنين، يعني اي حد بيرصد يا استاذ محمد مثل هذه المخالفات لازم ان هو بيقوم مباشره بالابلاغ عنها لمصلحته هو اولا ولمصلحه يعني مصر في الاخر، احنا كلنا مصلحتنا واحده. بس يمكن نقطه اخيره من فضلك، اللي هي لو في مناطق ممكن ما يكونش فيها رجل قوي او ما فيش فيها سكان مثلا، او ما فيش يعني مناطق نائيه شويه، ازاي بيتم رصد؟ هل في اعتماد مثلا على تكنولوجيا حديثه في رصد المخالفات المختلفه في مناطق نائيه الى حد ما؟ لا بس حضرتك، واحنا عندنا في شقين، في شق على الارض وفي شق باستخدام صور الاقمار الصناعيه. تمام. بالنسبه للارض احنا عندنا ادارات موجوده في كل المحافظات، سواء محافظات الوادي والدلتا او حتى المحافظات الصحراويه، يعني وزاره الري موجوده في كل محافظات الجمهوريه، حتى في مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، سيناء، لان احنا عندنا ادارات تخص الري وادارات للمياه الجوفيه في المناطق الصحراويه، فعمليه المتابعه من خلال اجهزه الوزاره على الارض مستمره وفي كل مكان، وفي نفس الوقت بيتم رصد التعديات من خلال صور الاقمار الصناعيه وبيتم تحديدها، وعلى سبيل المثال بنجيب خرائط لسنوات مختلفة ودي بتعرفنا، دي صورة الخريطة مثلا سنة 2010 و2020 بيبان إذا كان في تعدي مثلا بالردم على نهر النيل أو تعدي على أحد المجاري المائية. تمام. بيبان الفرق بين الخريطتين وبيتم رصد وتحديد هذه المخالفة وتوقيعها على الطبيعة. فعملية رصد التعديات دي يعني قائمة الحمد لله، ما فيش يعني حتة بعيدة عن يعني ايدينا او عينينا، احنا رصدين الحمد لله كل التعديات. نعم. وبيتم التعامل معها باستمرار وازالتها اولا باول. نعم. شكرا جزيلا محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. خلينا نروح لخبر اخر، وعايز اقول لحضراتكم انه المتحف المصري الكبير او المتحف المصري الكبير هنسمع ان شاء الله الاسم ده كتير قوي قوي بقى، اكتر حتى من الفتره اللي فاتت دي، هنسمعه كتير اليومين دول والفتره الجايه، لانه دلوقتي خلاص القدم العمل بيجري على قدم وساق. احنا مش بس بنتكلم عن المتحف نفسه وما سيحتويه والقطع الفنيه اللي هتكون فيه ان شاء الله وهنعرف تفاصيل اكتر عنها، احنا بنتكلم كمان عن تطوير هائل للمنطقه المحيطه بيه، فهو
مشروع كامل ومتكامل من التطوير، بنعتقد انه هيكون ليه أثر كبير جدا ان شاء الله في جذب السياحة، خصوصا سياحة الآثار وهذا النوع من السياحة. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان امبارح في جولة في المتحف المصري الكبير، وكان بيتابع الموقف التنفيذي لأعماله، كان بيشوف ايه مستجدات تطوير المنطقة المحيطة ايضا به. في هذه الزيارة شهد رئيس الوزراء فيلم تسجيلي بيوثق مراحل إنشاء المتحف وما تم تنفيذه من مختلف الأعمال حتى الآن سواء داخل المتحف أو خارجه، فيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة به أيضا. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من هذا الصرح العملاق اللي بيضم كنوز الحضارة المصرية، وبيترقب العالم وبيترقب المصريون أيضا افتتاحه قريبا ليصبح مزار جاذب على خريطة السياحة العالمية للتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة في إطار من العرض المتحفي وفق أحدث الأساليب والتقنيات. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن أسلوب العرض مع دكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عيسى. صباح الخير أستاذ باسم، صباح الخير أستاذة منة، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. عايزين نعرف من حضرتك وصلنا لفين النهاردة في المتحف الكبير قبل ما نعرف تفاصيل أكتر عن جولة دكتور مصطفى مدبولي امبارح، النهاردة احنا واصلين لفين بالظبط في المتحف والمنطقة المحيطة به؟ احنا الحمد لله وصلنا الان، احنا نقدر نقول عندنا المتحف المصري الكبير، كنا بنقول عندنا مشروع المتحف المصري الكبير، ولكن الان احنا على ارض الواقع عندنا متحف اسمه المتحف المصري الكبير. الاعمال تجري على قدم وساق، نسبه الانشاءات في المتحف المصري الكبير تمت بنسبه 100%. عندنا دلوقتي قاعتي الملك توت عنخ امون من افضل قاعات العرض على مستوى العالم، موجود فيها الاثار دلوقتي بنسبة ما يقرب من حوالي 85% من آثار الملك توت عنخ آمون اللي هي تم نقلها من المتحف المصري، من الأقصر، من المتحف الحربي، وتم تجميعها لأول مرة في مكان واحد. موجود عندنا دلوقتي الآثار معروضة داخل المتحف المصري الكبير في فيترين طبقا لأحدث تقنيات العرض المتحفي وطبقا لأحدث وسائل الإضاءة واللي هي موجودة في المتاحف العالمية. عندنا طبعا انتهينا من ما يسمى، طبعا انت عارف حضرتك الاول بنيجي عن خش المتحف المصري بنلاقي المسله المعلقه اللي هي مسله متفرده مش موجوده في اي مكان في العالم. بعد كده بتخش على البهو، البهو كل الاثار اللي هي موجوده فيها سواء تمثال الملك رمسيس، عمود الملك مرنبتاح، الملك والملكه من الاثار الغارقه موجودين، الدرج العظيم، ودي واحد برضو من النوادر القليله جدا اللي في المتاحف على مستوى العالم انك تعرض اثار ثقيله على الدرج، الدرج انتهى بنسبه 100% وضع الاثار عليه سواء الاثار، الاضاءه، العرض المتحفي اللي هي الاطاعات الشرح، ده كله موجود فانتهينا منه. والان بنجري العمل على قاعات العمل، قاعات العرض الرئيسيه اللي هي بتبدا من عصر ما قبل الاسطوات الى العصر اليوناني الروماني. معظم اثارها موجوده في المتحف، وفي القريب العاجل ان شاء الله سيتم وضع الاثار داخل هذه القاعات الرئيسيه. احنا يمكن بنشوف مع حضرتك دكتور عيسى ولقطات من الزياره، هذه الزياره بالامس بنشوف مع حضراتكم برضو مشاهدينا يعني اشكال مبهره جدا، يعني مش هنتكلم طبعا على الحضاره المصريه، احنا اكيد منحازين، ولكن هنتكلم على اسلوب العرض، المتحف نفسه متى ما نقله من اثار ليه حتى الان. الحقيقه ان الاشكال يعني خليني انا شخصيا واعتقد اي حد نفسه ان هو يروح ويشوف هذا الاثر العظيم او هذه الاثار العظيمه. طريقه العرض يا دكتور عيسى ويعني فكره امتلاك مصر لاكبر واحد من اكبر المتاحف عالميا بيأثر ازاي على موقع مصر في يعني خريطه الاثار عالميا، وفي نفس الوقت ايه المختلف، ايه المبتكر، ايه اساليب العرض الجديده اللي بنتكلم عليها، وترتيب العرض، يعني هل مثلا حقبه زمنيه فالحقبه اللي بعدها فاللي بعدها، ولا ترتيب العرض عامل ازاي؟ هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان شاء الله احنا بنقدم هديه اعظم هديه مش لمصر بس ولكن للعالم كله، للبشريه كلها، اللي هو المتحف المصري الكبير يحتوي على اعظم حضاره. احنا عندنا طبعا اسلوب العرض مميز جدا، في عرض متحفي طبقا لسيناريو موضوع، يعني اقدر اقول لحضرتك ان احنا مش حاطين القطع رصينها جنب بعضها كده وخلاص، ولكن طبقا لسيناريو عرض موضوع. يعني على سبيل المثال يعني بعجاله كده شديده ان الدرج العظيم الاثار اللي هي موجوده بتحكي اربع موضوعات، حضرتك ما تدوش على الدرج العظيم بتلاقي الموضوع الاول اللي هي الملكيه من خلال عرض مجموعه من تماثيل الملوك العظام من عصر الدوله القديمه الى العصر اليوناني الروماني. ثم بعد كده بنبدا لموضوع ثاني على نفس الدرج برضو اللي هو اماكن العباده في مصر القديمه من خلال عرض مجموعه من الاعمده ومن البوابات ايضا من عصر ما قبل عصر الدوله القديمه للعصر اليوناني الروماني.
هكذا ينطلق الى الموضوع الثالث على الدرج اللي هو الملك وعلاقته بالالهه من خلال عرض مجموعه من التماثيل الزوجيه والسواليف اللي هي المقدسه اللي هي في مصر القديمه، والموضوع الرابع اللي هي الحياه الاخرى من خلال عرض مجموعه من التوابيت الملكيه المميزه اللي هي موجوده على الدرج. سيناريو العرض سيناريو طبقا لسيناريو مدروس من قبل لجنه عليا متخصصه موجوده في المتحف المصري الكبير بتتابع الاعمال. المتحف طبعا زي ما حضرتك قلت هيساهم في حركه السياحه، كل العالم بيترقب المتحف المصري الكبير، كله بيتابع المتحف المصري الكبير، لان زي ما قلت برضو ان المتحف بيتفرد باشياء مش موجوده في اي متحف على مستوى العالم، منها المسله المعلقه، منها قاعتي الملك توت عنخ امون، منها الدرج العظيم، منها متحف هيكون يعني اكثر رائع او اللي هو متحف مراكب الملك خوفو، ولاول مره هيتم عرض المركبين، المركب الاولى اللي تمت برضه نقلها وموجوده الان في المتحف المصري الكبير مع المركب الثانيه اللي بيتم العمل الان على استخراجها وترميمها وهيتم عرضها، فدي حاجات بيتفرد بيها المتحف المصري الكبير مش موجوده في اي متحف في العالم. دكتور عيسى، من الحاجات اللي حضرتك استعرضتها دلوقتي فكره انه في حاجات ثانيه مش بس التركيز على المقتنيات او ما يتعلق بالجنائز ايام الفراعنه او قدماء المصريين وما بعد الحياه او الحياه الابديه، لانه الحقيقه انه دي كانت يعني ملاحظه كتير جدا من الناس المتخصصين في الاثار كانوا بيتكلموا عليها، ان هم كان جزء كبير قوي من اللي شاغلهم احنا هنعيش ازاي بعد الموت، الحياه ما بعد الموت. لكن كمان الاجانب بقى عندهم شغف كبير قوي في السنوات القليله الماضيه ان هم يتعرفوا اكتر على كل ما يتعلق بحياه الفراعنه وهم عايشين، يعني ماكل مشرب الصيد ادوات الصيد ادوات الطعام ادوات المنزل عندهم، الحاجات دي كلها بيبقوا عايزين يشوفوها، فبيبقى عليها اقبال بدرجه عاليه جدا زي درجه اقبالهم على ان هم يعرفوا اكتر عن معتقدات قدماء المصريين فيما يتعلق بالبعث بعد الموت وما الى ذلك. هل الحاجات دي كمان هتكون موجوده في المتحف؟ بالظبط يا فندم، كل الاشياء اللي حضرتك ذكرتيها هتكون معروضه، كل الحقب الزمنيه بتغطي كل اللي حضرتك قلتيها، سواء الحياه اليوميه، سواء الحياه في العالم الاخر، سواء الصيد، سواء من خلال عرض مجموعه من المراكب وادوات الصيد، فكل ده موجود وهيتم عرضه في المتحف المصري الكبير. المتحف مؤسسه ثقافيه شامله. برضه احب اضيف ان هو مش هيقتصر ايضا على عرض الاثار فقط زي ما حضرتك قلت في البدايه، ولكن المتحف في طبعا المطاعم، في الكافيهات، في متحف للطفل، في قاعه للمؤتمرات، في قاعه لمحاكاه الواقع الافتراضي، فالمتحف مؤسسه ثقافيه حضاريه شامله، افضل هديه ان شاء الله هتقدمها مصر للعالم باذن الله. متحف للطفل دي يمكن حاجه برضو جديده ما كناش بنشوفها في متاحف تانيه مختلفه، يعني الاهتمام بان هو الزيارات تبقى متغطيه من كل الاعمار، كل الفئات، كل الجنسيات، وبالتالي يعني متحف زي ما حضرتك قلت فعلا لهديه مصر للعالم كله وليس فقط للمصريين. بنشكر حضرتك جزيلا دكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الاثار، يعني شكرا جزيلا لحضرتك، تشرفتنا يا فندم. طيب كنت بقول في بداية الحلقة لحضراتكم أنه هيكون معنا النهاردة إن شاء الله يعني بث مباشر لحاجة الحقيقة تشرح النفس كده، وما فيش حاجة في الدنيا أجمل من أنك تشوف سنبولة بتتفتح أو تعرف أنه ده موسم لبدء حصاد محصول القمح. تعالوا بقى نتخيل أنه ده إحنا بنروح لأهالينا في الصعيد وتحديدا في إنا في مركز الوقف، وبنصبح عليهم طبعا كلنا اهالينا في إنا صباح الفل والجمال، واهالينا في الصعيد مصر كله يعني، وصباح الفل والجمال عليكم ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وحد زعف جميل وسعيد على حضراتكم. اشرف الداوي محافظ قنا كان اطلق بالفعل اشاره بدء موسم حصاد القمح المحلي من داخل حقل احد المزارعين في قريه المرجده التابعه لمركز الوقف. يمكن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 101 ألف فدان، يعني بنسبة أكثر من 40% من إجمالي الأراضي الزراعية في محافظة قنا. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر، بينضم لنا من قنا الزميل أحمد الأفيوني مراسل إكسترا نيوز. صباح الخير يا أحمد.
صباح الخير باسم، صباح الخير من تحياتي لكم. بالفعل أتواجد هنا في محافظة قنا وتحديدا من داخل أحد حقول الذهب الأصفر في قرية المراجدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، حيث أطلق منذ قليل سيادة اللواء أشرف داودي محافظ قنا إشارة البدء لحصاد محصول القمح لهذا العام، وسط فرحة عارمة من قبل المزارعين هنا في محافظة قنا الذين يعتبرون هذا الموسم يسمون هذا الموسم بموسم الخيرات. المزيد من التفاصيل دعوني استقبل معكم وعبر الهواء مباشره سياده اللواء اشرف الداودي محافظ قنا. سياده المحافظ، بدايه كل عام وحضرتك بخير، يعني لو تطلعني على تفاصيل اكثر حول يعني محصول القمح هنا في محافظه قنا، المساحه المنزرعه يعني الناتج من هذه الزراعه على حجم العائد من هذه الزراعه هنا في محافظه قنا. صباح الخير استاذ احمد، وصباح الخير على جميع الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا محافظه قنا محافظه زراعيه من الدرجه الاولى. السنه دي عندنا حوالي 101 الف فدان لزراعه القمح، ودي بتمثل حوالي 40%، لانه طبعا احنا عارفين ان قنا رقم واحد في زراعه قصب السكر، بننتج حوالي 36% من انتاج الناتج المحلي. طبعا احنا المحصول السنه دي الحمد لله مبشر جدا بالخير، طبعا نتيجه عوامل كتير. العوامل الجويه طبعا الحقيقه كانت مواطيه جدا، برضو بالاضافه لان الدوله كانت مهتميه جدا بالفلاح، وزاره الزراعه كانت بتقدم لهم كل الدعم، وكانت بتقدم لهم طبعا يعني القمح في البدايه انواع اللي هي تقدر تدي منتج عالي جدا في الصعيد، وفي نفس الوقت تقدر تتحمل درجات الحراره زي مصر واحد ومصر اثنين و168 و172. يعني الحقيقه العديد من الانواع اللي هي بيزرعوها هنا الفلاحين، وعملت الحقيقه ادت انتاج كويس جدا. متوقع ان احنا ان شاء الله السنه دي نحصد كميه قمح تصل لحوالي 200,000 كيلو. احنا ما زال عندنا الحمد لله في صوامعنا، احنا عندنا حجم التخزين في الصوامع عندنا حوالي 228,000 طن، وطبعا كان فخامه الرئيس افتتح صوامع المراجده في 2017 الصوامعه الواحده بقدره 60,000 طن. ما زال عندنا الحمد لله من الفترة السابقة حوالي 120,000 طن، احتياج هنا بالكامل كله يعني يستوعب حوالي 300,000 طن. سيادة المحافظ، لو تحدثني عن جهود المحافظة هنا لدعم الفلاح المصري. كما ذكرت حضرتك محافظة قنا واحدة من محافظات صعيد مصر التي يعني تتميز بكأنها محافظة زراعية من الطراز الأول، وتشتهر بالعديد من الزراعات الاستراتيجية مثل قصب السكر والقمح والعديد من المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية. الحقيقة طبعا الدولة من بداية الموسم مهتمية جدا بالفلاح وتقدم له كل الدعم. طبعا الارشاد الزراعي بيدي له توعيه كامله لانواع الزراعه وطرق الزراعه الحديثه عشان يقدر يحصل على محصول بانتاج عالي. بالاضافه طبعا كانت الدوله من خلال وزاره الزراعه بتوفر له السماد للاراضي المناسب لنوع الزراعه، وده الحقيقه كان الاهتمام جدا معالي وزير الزراعه وتواصل معنا باستمرار دائم لحل مشاكل الفلاحين. طبعا يعني الحمد لله برضه من ضمن الحاجات الكويسه قوي طبعا نعمه ربنا ورضا علينا ان احنا الجو كان مناسب جدا السنه دي، كان افضل من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في بدايه الزراعة كان في بعض الأيام الحارة، وإحنا عارفين إن القمح يعتبر موسم شتوي. السنة دي الحمد لله كانت الظروف مواتية، وده يمكن رعاية ربنا لينا وفضله، وإن شاء الله إحنا متوقعين إن شاء الله إن زيادة هتبقى في زيادة السنة دي في حدود حوالي 20% أكتر من السنة اللي فاتت. سيادة المحافظ، يمكن جاهزية الشوان والصوامع لاستقبال الموسم أو الحصاد الجديد من هذا القمح، بالتأكيد كان لمحافظة قنا هنا استعدادات وتدابير عديدة لاستقبال هذا الموسم الجديد. ده حقيقة أستاذ أحمد، يمكن الدولة الحقيقة طبعا دلوقتي بتشتغل بدراسات وبأسلوب علمي، والدولة يعني دايما سابقة بخطوة قدام. يعني يكفي نحن نقول كان في 2017 افتتاح صوامع المراجدة زي ما اتحرك بساعة 60,000 طن، يعني جه اليوم اللي احنا محتاجينه. احنا عندنا 2 صوامع من هذا النوع، وعندنا 2 تانيين يعني اجمالي 4 صوامع بحوالي بتاخد 40,000 و30,000 طن، بالاضافه للشغل الموجوده حوالي 228. طبعا اجراءات الصوامع طبعا بتحافظ على الغلال من خلال عدم، مفيش امراض بتجيلها، مفيش عوامل الرطوبه، طبعا بتحفظها من الطيور، وبالتالي بتحافظ على المنتج بالكامل اللي بيتخزن داخل المحافظه. عندنا الاجمالي كله زي ما قلنا حوالي 228,000 طن تخزين صوامع زائد الشون اللي موجودة في المحافظة. سيادة المحافظ، مع تتبع الأرقام والإحصائيات التي تثبت وتدل على أن هناك يعني وفرة في المحصول يعني مقارنة بالأعوام الماضية، إلى أي أسباب ترجع هذه الوفرة هنا في محافظة قنا؟ طبعا برضه هو نرجع تاني، هو اهتمام الدولة بالمزارع في البداية، طبعا وفر له القمح اللي هيزرعه بشروط وظروف مناسبة للجو اللي موجود، وفي نفس الوقت نوعيات بتدي انتاج عالي.
الحاجة التانية برضو ان هو وفر له السماد اللي هو محتاجه بالكميات المطلوبة، برضو الارشاد الزراعي والتوعية اللي بتتم للفلاح باستمرار، طرق الري الحديث اللي بدأت المحافظة يعني تتوسع فيها بمعدل كبير جدا. الحمد لله برضو يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما حافظ مصر ورعيها. العوامل الجوية برضو السنة دي ما شاء الله مواتية جدا، وده هيخلينا ان شاء الله يعني احنا عندنا الارداب داخل الزمام بيجيب حوالي متوسط حوالي 18، الفدان بيجيب حوالي 18 ارداب طبعا يعني ما يخرج من حوالي 3 طن، دي يعتبر نسبه كويسه جدا. يعني برضو خارج الارداب بيبقى المتوسط حوالي 12، فبرضو النسبه برضو مش قليله، فده كل ده عوامل بتساعد على هذا الانتاج. سيادة المحافظ، يمكن نتواجد الآن في قرية المراجدة، هي واحدة من قرى حياة كريمة. هذه القرية التي حظيت بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمرتين متتاليتين، يمكن خلال الشهور القليلة الماضية شهدت زيارة تاريخية وافتتاح أول قرية على مستوى الجمهورية من قرى حياة كريمة في محافظة جنة. حدثني عن هذه القرية وأهم المشروعات التي يعني تمت على هذه القرية، وكيف غيرت حياة كريمة وجه الحياة هنا في محافظة قنا وفي هذه القرية تحديدا من خلال هذه المشروعات. طبعا في البدايه طبعا يعني مبادره فخامه الرئيس اللي هو استصلاح وزراعه 12500 فدان في قريه المراجده، واللي احنا دلوقتي حاليا بنحصد وناخد نتائجهم في الازمه اللي احنا موجودين فيها، والحمد لله كان ليهم دور ايجابي جدا، وده يظهر قد ايه الدوله شايفه المستقبل الحمد لله ودايما سابقه بخطوات للامام. برضو عندنا حياه كريمه الحمد لله اول قريه افتتحت افتتاح رئاسي بتشريف فخامه الرئيس في الجمهورية كلها هي قرية المراجدة، وزي ما شفنا المشاريع اللي موجود فيها، مجمع الخدمات، المجمع الزراعي، تنمية الأسرة. احنا لسه امبارح كنا موجودين بانتهاء من مبنى تنمية الأسرة، حقيقة حاجة على مستوى عالي جدا، طريق بالمواطن المصري اللي عايش في محافظات مصر واللي عايش في قرية المراجدة. الحقيقة طبعا ده كله يعني واضح طبعا هي أفخم مبادرة، أكبر مبادرة إنسانية عرفها التاريخ. عايز اقول ان احنا بدانا في 5 مراكز داخل المحافظه، حوالي 722 قريه بتستفيد من هذه المبادره العظيمه. الحقيقه طبعا يعني شايف نتائجها على الارض، الحقيقه طبعا رضاء تام للناس وسعاده تامه بالمشاريع اللي موجوده في حياه كريمه، والمشاريع مش بس مجمعات خدمات، انما المشاريع كمان فيها تنميه اقتصاديه لاهالينا ولابنائنا، مشاريع يقدروا يمتهنوا بيها ويشتغلوا فيها وتوفر لهم كسب عيش حلال داخل القرى بتاعتهم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا يعني بس باسم منا كان هذا هو لقاؤنا مع سياده اللواء اشرف الداودي محافظ قنا حول اطلاق إشارة البدء إلى حصد محصول القمح لهذا العام من داخل محافظة قنا هنا، وعودة بكم مرة أخرى إلى الاستوديو. شكرا لك جزيل الشكر، والشكر موصول طبعا لسيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا. والحقيقة اللي أنا هاخد من كلامه من شوية لما كان بيتكلم وهو بيقول لزميلنا أحمد الأفيوني إنه الدولة أو ممثلة يعني في وزارة الزراعة فيما يتعلق بهذا النطاق بتبقى طول الوقت حريصة إنها كمان تعمل توعية أكتر للمواطنين على سبل الزراعة، الوسائل الأفضل للزراعة، التوقيتات الأفضل للزراعة طبعا باختلاف الأرض الزراعية وإيه هي المنتجات الزراعية نفسها. الحقيقة إنه من هنا من اللي ذكروا سيادة المحافظ عايزين نشوف إزاي قطاع الإرشاد الزراعي لما بيصدر توصيات للمزارعين بيبقى مهم جدا بقى هنا إنه المزارعين يرعوها، خصوصا وقت حصاد وتوريد القمح، لأنه ده اللي بيساعد المزارع إن هو في النهاية يحافظ على درجة نقاوة المحصول. هي العملية أصلا عارف يا باسم المزارع طبعا لأنه الخبرة بتاعته وأغلب المزارعين واخدينها أبا عن جد، فتلاقي عنده النولج أو النوها أو القدرة على المعرفة في موضوع الزراعة، وده طبعا عالية جدا. بس هي الفكرة بس دايما إنه في جديد، لأنه العلم بيتطور. العلم بقى هنا وفكرة الآلات اللي ممكن نستخدمها، فكرة إدخال العلم حتى في عملية المحاصيل دي بقى اللي المفروض وزارة الزراعة هي اللي بتقوم بيها وبتوصلها للمزارعين. بالزبط. عشان دايما في شتلات جديدة، في أنواع جديدة مختلفة، وبالتالي التوصيات دي بتبقى مهمة جدا. تعالوا نتابعها مع حضراتكم في العرض ده. Thank you.
ومن جهود الدولة فيما يتعلق بمجال القمح وموسم القمح نروح لجهود أخرى. فيعني على مدار السبع سنوات الماضية أولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالمواطن المصري، قدم له برامج عديدة للحماية الاجتماعية. كان من أبرز هذه البرامج برنامج تكافل وكرامة، وأيضا برنامج 2 كفاية و100 مليون صحة وغيرهم وغيرهم، مع الاهتمام طبعا بأصحاب المعاشات. دي برامج ظل يعمل عليها طوال أو فضل العمل عليها طوال السنوات الماضية شغال، وما زال العمل مستمر من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري. هو إيه الفكرة من البرامج دي أو إيه الحلو في البرامج دي؟ الفكرة إن البرنامج ده حتى من اسمه، أغلب البرامج دي أو تقريبا كلها من اسمه بتعرف الهدف منه إيه. فلما يقول لك مثلا 2 كفاية، إحنا هنا مش بس بنشتغل على قطاع معين من الناس، احنا هنا بنغير ثقافة. وعلى فكرة ثبته بالدليل العلمي في العالم كله وعلى مدار سنوات طويلة جدا انه تغيير ثقافة مجتمع، خصوصا لما تكون الثقافة دي مرسخة وقديمة جدا جدا، ده شيء من اصعب ما يكون، لانك لازم تشرح للناس فكرة انه تنظيم النسل او تنظيم الخلفة خلينا نقول، او انه 2 كفاية هي مميزاتها 1 2 3 4، وأنها لا تتعارض مع الأديان السماوية، وأنه بالعكس ده ممكن يكون فيها بإذن الله البركة. بتطلق حملات دعائية وإعلانية كتيرة هنا بتشرح للناس بالكلمة المبسطة، بتختار نجم أو بتختار الشخصية اللي ممكن تبقى معروفة للناس وشها فاميليير أو معروف، وطريقتها بسيطة في الكلام، فحتوصل لطبقات من الناس ممكن ما يبقاش عندهم أي قدر من التعليم حتى، ودي الطبقة الأكثر الأصعب الوصول ليها. يعني الموضوع فيه تفاصيل كتيرة جدا، هي مش مجرد حملة قومية بتطلق وخلاص. الحملات القومية دي خصوصا لما بتكون يعني أخذة صبغة مبادرة رئاسية، دي بتبقى عليها شغل كتير جدا، بيتحضر لها، بيتعمل لها لوجستيات كتيرة جدا، ووقت التطبيق والتنفيذ كمان بيبقى فيه تفاصيل كتيرة قوي داخلة في الموضوع، وفيه متابعة ما بعد بقى انطلاق الحملات دي أو تغيير الثقافة ده. خلينا نقول كل حملة من دول ليها علاقة بتغيير ثقافة في المجتمع. لما نقول 100 مليون صحة، برضو إحنا هنا بنشجع الناس على الابتعاد أو تجنب السمنة بقدر المستطاع، ممارسة الرياضة، أكل الأكل الغير مهدرج، الزيوت الغير مهدرجة، كل دي حاجات مهمة. فلما نحط كل الحملات دي مع بعض هنحس إنه فعلا في عندنا ارتقاء بالصحة العامة أو محاولة للحفاظ على الصحة العامة. بحاول أحسن مستويات التعليم، التعليم في كل حاجة مش بس التعليم اللي هو الفصل الدراسي والمدرسة. فكرة الأطفال عددهم يبقى قد إيه، وأحاول إن أنا ما زودش عن عدد معين عشان أعرف أهتم باللي ربنا كرمني بيه. لما كل المشروعات دي والحملات دي تكون تحت مظلة كبيرة اسمها حياة كريمة، ساعتها بنبقى فاهمين إزاي حياة كريمة دي حاجة كبيرة جدا، لأنه ما تحتوي هذه المبادرة الرئاسية الكبيرة هي عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من المحاولات المستميتة دائما لتغيير ثقافة المجتمع إلى ثقافة أكثر وعيا وأكثر خبرة بأمور الحياة، وطبعا أكثر كرامة للمواطن المصري. للمزيد عن مجموعة كبيرة من هذه البرامج نتابع معا العرض التالي.
طيب هنروح لخبر آخر، لأنه أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية ليها، أكدت أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وده في التحول المؤسسي للمنشآت الصحية لجهة واحدة. طيب الموضوع ده بيضمن إدارتها وتشغيلها وتوفير رعاية صحية بمعايير موحدة ومطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية ليس فقط المصرية. الهيئة أوضحت أنه بيتم التحول المؤسسي للمنشآت الصحية من الجهات المختلفة التابعة ليها وزارة الصحة والسكان لجهة واحدة فقط، وهي الجهة العامة للرعاية الصحية. ده بيخليها تختص بإيه؟ بيخليها تختص بعمليات إدارة وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، إضافة طبعا إلى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين من خلال تلك المنشآت الصحية، وأكيد تأهلها للحصول على درجات التسجيل والاعتماد ومطابقاتها لأعلى المعايير العالمية. الحقيقة إنه فكرة التطابق ما بين المعايير الأجنبية أو المعايير العالمية ومؤسسات الصحة دي مهمة جدا، أو مؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية سواء كانت مستشفى أو حتى الوحدات الصحية وما إلى ذلك. وإحنا كنا طول الوقت أو عشنا سنين كتيرة قوي في مصر بالنسبة لنا المستشفى اللي فيها خبراء أجانب بتيجي مثلا كل فترة تجري عمليات جراحية، أو فيها مثلا دكاترة مصريين بس كانوا بيشتغلوا في الخارج في جامعات برة معروفة جدا، ده بالنسبة لنا كان ربما يعني أقصى تطابق كان ممكن نعمله مع المعايير العالمية أو الدولية في الجودة. لكن الحقيقة من سنين مش قليلة بدأ الوضع يختلف تماما في مصر، أصبحنا الآن ننشد إلى شهادات الجودة، الحصول على شهادات الجودة والحصول على شهادة جودة في مجال الرعايات الرعاية الطبية ده شيء في منتهى الصعوبة، تفاصيله كتيرة جدا، الكرايتيريا أو المعايير المطلوب البحث فيها لإعطائك أو لإعطاء هذه الوحدة الصحية أو المستشفى أو الصرح الطبي أيا كان نوعه شهادة الجودة كتيرة جدا ودقيقة جدا جدا. خلونا ناخد لمزيد من التفاصيل على هذا الخبر هاتفيا الدكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية. يا صباح الخير يا دكتور على حضرتك. دكتور محمد سامعني؟ طيب إلى أن يعود إلينا الاتصال مرة أخرى تاني. إحنا شايفين طبعا مع بعض لقطات دلوقتي، يعني لقطات مسجلة من وحدات صحية. طيب خلونا ناخد الاتصال مرة أخرى. دكتور محمد صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير، أنا بعتذر لأن أنا على الطريق كده مسافرين لبورسعيد. ولا يهمك، ألف سلامة، يعني توصل بالسلامة إن شاء الله. الله يسلم حضرتك. أنا أول ما بسمع اسم بورسعيد على طول بفتكر التأمين الصحي، وإنها أول محافظة في جمهورية مصر العربية يطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل. صحيح صحيح. فكلمنا الزيارة دي الأول زيارة عمل يا دكتور؟ زيارة عمل طبعا. طيب إيه الوضع النهاردة هناك في بورسعيد قبل ما ننتقل بقى لأسئلة أخرى متعلقة بمؤسسات تطبيق الجودة في المؤسسات الصحية؟ اتفضل. إحنا الحمد لله حضرتك عارفة زي ما حضرتك قلتي احنا بورسعيد هي اول محافظه الحمد لله بورسعيد يعني طبيا وعلى المستوى الاداء الطبي والخدمي يعني زي ما بنقول كده بقت محافظه ماتيور الحمد لله بقى فيها نضج يعني كبير الافراد اللي بيقوموا على تقديم الخدمه هناك الحمد لله يعني خلاص الفكره والنظام والتفكير اللي اتغير من القطاع الحكومي القديم للقطاع الحكومي الجديد بمنظومة التأمين الصحي الشامل بدأت خلاص تبقى يعني ماتيور إناف الحمد لله إن إحنا وصلنا لمرحلة من تقديم الخدمة إن إحنا يعني زي ما بنقول كده ما بقيناش قلقانين إن شاء الله بإذن الله كل المحافظات إن شاء الله يا رب محافظات الجمهورية كلها وحلم كل مواطن وحلم فخامة الرئيس وحلم الدكتور أحمد السبكي يكمل على خير إن شاء الله وكل محافظة من محافظات مصر تستفيد من التأمين الصحي الشامل إن شاء الله. إن شاء الله، وهو حلم يعني ال 100 مليون الحقيقة دكتور يعني في كل المحافظات زي ما حضرتك بتقول، لأنه ما فيش حد مش عايز إن هو يحظى بخدمة طبية صحية جيدة وفي نفس الوقت تكون يعني ما حدش منا عارف إمتى هيحتاج هذه الخدمة، ولكن ساعة ما يحتاجها. صوت أستاذ باسم صح كده؟ مظبوط كده، أهلا وسهلا بحضرتك. معلش عشان أنا زي حضرتك. حضرتك سايق يعني. عارف يعني الصوت بس أنا ما كنتش
سمعت والله عشان الصوت كان بيقطع في اول المكالمه. منور يا دكتور، ويعني قلبي معاك وتوصل بالسلامه ان شاء الله. حضرتك كنت لسه بتقول ان مفيش اجازات الفتره دي، وفي العهد الجديد يعني مفيش اجازات تقريبا خالص ان شاء الله. ربنا يعينكم قدها وقدود. وهي فعلا الشغل كتير والشغل كبير، وفي نفس الوقت الطموح كبير في نفس الوقت، يعني عايزين نوصل لمستوى احنا نفسنا نحقق والله حلم الناس كلها. واحنا يمكن يعني انا كنت بتكلم مع صحابنا وزمايلنا في المجال الطبي، يعني هم كانوا بيقولوا انتوا ليه يعني عايزين تشتغلوا حاجه كده طول الليل والنهار في ستريس وفي شغل. قلنا لهم عشان احنا مؤمنين بالحلم، يعني واعتقد ان هيبقى مؤمن بحلم في الجمهوريه الجديده، سواء بقى على المستوى الطبي او على اي مستوى ثاني، زي ما حضراتكم كده من 7 الصبح في الشارع عشان تشتغلوا مؤمنين بحلم. لا من 6 لو سمحت يا فندم. من 6 الصبح؟ طيب عشان نطلع الساعه 9 على الهواء لازم نكون 6 في الشارع. يبقى احنا كلنا فعلا مؤمنين بحلمه طبعا، يعني ما اعتقدش حد مش مؤمن بحلمه في شغله او في مجال عمله. صحيح، يعني هيضحي بتضحيات دي الا اذا كان فعلا نفسه مصر تبقى حاجه ثانيه وتبقى فعلا جمهوريه جديده يا رب ان شاء الله. حي. طيب دكتور محمد، عندي سؤال لحضرتك، هو ايهما اكثر تعقيدا او صعوبه؟ هل التركيز على تطبيق معايير السلامه والامن والجوده، ام فكرة جعل الخدمة الصحية تقدم للمواطن المصري عن طريق مكان واحد، أو إذا كأننا بنقول شباك واحد، يعني أن أنا أوجهه وأن أنا لما أطبق له التأمين الصحي الشامل مش هيروح يعمل أشعة هنا وتحاليل هنا ودكتور هنا ثم العلاج هنا وما إلى ذلك. أيهما في مرحلة التطبيق الفعلي كان أكثر صعوبة أو احتاج من حضراتكم فنيات أكثر؟ أقول لحضرتك حاجة، اللي كان معقد بالنسبه لنا ان احنا نغير التفكير، بمعنى ان انا عايز اقنع كل منتفع بالسيركيليشن الجديده، ان انا هبدا الاول ان انا اكشف في مركز او وحده صحيه، والوحده او المركز يبدا يحولني على المستشفى عند الحاجه، اللي هي بنسميها الثري ليفلز او الثلاث مستويات بتوع تقديم الخدمه. المستوى الاول اللي هو على مستوى الوحده والمركز، والمستوى الثاني اللي هو على مستوى المستشفيات العامه اللي فيها كل التخصصات، والمستوى الثالث اللي هو على المراكز الطبيه المتخصصه بقى، يعني مثلا حاجه زي الحقن المجهري دي هتبقى في مستشفى نساء متخصصه، حاجه زي مثلا القلب المفتوح في مركز قلب، وهكذا. فاحنا ان احنا ندخل الفكره دي خلاص عندنا في الشعب المصري او المنتفع في المحافظات بتاعتنا. طبعا حضراتكم عارفين القطاع الحكومي كان اللي يتعب بيجري على المستشفى. بالظبط. احنا عشان نغير الحته دي شويه خدت مننا مجهود، فدي كانت اول صعوبه ان احنا نبدا نفهم الناس ازاي المنظومه تبدا تبقى ماشيه عشان نحافظ على السيركيليشن او التركيب في الاحداث، اللي المستوى الاول يسلم المستوى الثاني يسلم المستوى الثالث. دي خدت مننا شويه وقت. السؤال بتاعك جميل جدا، لان هو احنا الاثنين صعبين، بس فعلا كان في الاول ان احنا نقنع الناس بالحته دي تغيير ثقافة. وأنا كنت لسه قبل ما نكلم حضرتك في حديث ليا عن خبر آخر متعلق ببرامج الحماية الاجتماعية لسيادة الرئيس بيعملها في مصر، كنت بقول أنه التعامل مع تغيير ثقافة المواطن دي أصعب حاجة، لأن حضرتك بتغير عقلية وبتفهمه أو بتحاول تقنعه بمسار تاني هو ما كانش متعود عليه. برافو عليك، بالضبط. هو دي فعلا، يعني شوفي أنا ما سمعتش الجزء ده من مداخلة كلام حضرتك، بس فعلا يا أستاذ منك دي من اصعب الحاجات، ان انت تغيري تفكير طبعا حد بقاله سنين متعود عليه في اي مجال، على فكره مش بس مجال الصحه، في اي مجال ان انت تغيري تفكير حد خلاص ترسخ في ذهنه طريق معين او باث واي معين، ان انت تغيريه ده صعب. الحاجه الثانيه عشان بقول لك كده سؤالك جميل، الحاجه الثانيه الحته بقى ان احنا نوصل لمعايير الجوده والعالميه في القطاع الحكومي والسلامه والامان طبعا السلامه والامان والحاجات دي كلها ومكافحه العدوى. طبعا احنا يبقى في عندنا تطبيق بجد لمعايير الجوده، يعني احنا يعني ما كانش في الكلام ده طبعا، ان احنا نوصل مش هقول لك مستوى عالمي، ان احنا نوصل حتى جزء بسيط منه. فدي كانت ثاني حاجه بقى، ان احنا نبدا نشتغل على الجزء الثاني وهو جزء اللي بيشتغل جوه المستشفى. يبقى احنا الاول كانت الصعوبه ان انا اقنع العيان بباث واي وسيركيليشن معين، الحاجة الثانية ان احنا نبدأ نغير منظومة من اول فرد الامن اللي هو انا اسف كان بيزعق او بيتخانق، بان هو يبدأ يستقبل المواطن او المرتفع بابتسامة او حاجة زي كده، برضو نفس الفكرة ان انا اغير الكالتشر او المنتاليتي، ان هي
هي تبقى حاجه تانية تواكب اللي احنا بنفكر فيه. عقبه رقم 2 قدامنا في طب دي اخذت وقت فيها قد ايه يا دكتور؟ يعني برضه حضرتك بتتكلم عن محافظه بورسعيد وقلت ان العمل فيها بقى شغال بشكل انسيابي بشكل سلس الى حد كبير، وعلشان بنتكلم على تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل، اخذت منكم وقت قد ايه يعني التحول ده، وان انتم تقدروا يعني توصلوا لان هو يبقى المواطن نفسه عارف ايه الاجراءات والترتيبات المختلفه الصحيحه بتاعتها في منظومه التامين الصحي الشامل والعاملين في المنظومه؟ خدت يعني يمكن اكتر من السنه الاولانيه كلها، يعني خدت سنه وجزء من السنه الثانيه ان احنا نبدا نوصل للبرفورمانس اللي احنا نفسنا فيه. تمام. طبعا احنا ما فيش حاجه يعني عمرنا ما هنبقى يعني نقف، لا احنا عايزين كل شويه تبقى احسن، بس قصدي على الاقل ان احنا بقى في زي ما بيقولوا ستاندرد مش هننزل عنه بقى خلاص، مستوى يعني يتم القياس عليه. بالظبط كده. الستاندرد ده خدنا فيه يمكن سنة سنة وشوية عشان نبدأ، يمكن ادانا خبرة كمان يا استاذ باسل في المحافظات اللي بعد كده، يعني وبالتالي الوتيرة تبقى أسرع ممكن في المحافظات الأخرى لأن ما بتنشئ حاجة من الصفر غير ما بتبقى اللوكسور. عندك نعم بالظبط، لما دخلنا على الأقصر ولما دخلنا على الإسماعيلية وبدأنا نخش على جنوب سيناء وإن شاء الله أسوان والسويس جايين في الطريق، لما دخلنا على القصة دي لا إحنا بدأنا نعرف إيه الحاجات اللي ممكن تسهل لنا زي ما بيقولوا كده وي جيند اكسبيرينس، يعني احنا خدنا شويه خبره من التعامل مع المحافظات الاولى وبدات الخبره شويه، فبدانا الدنيا بقت اسهل، فمش كل محافظه هنقعد فيها سنه، فهي كانت بورسعيد النواه وهي اللي خدت السنه سنه وشويه، وبعد كده بدانا بقى ننطلق، يعني المرحله بقت اقصر شويه في كل محافظه. نعم نعم دكتور محمد، جزيل الشكر لحضرتك على وجودك معنا وحديثك عن منظومة التأمين الصحي الشامل وأبرز التحديات اللي بتواجهكم، لأنه الحقيقة هو سهل جدا يا دكتور أن احنا نقول هو فين بقية التأمين الصحي الشامل اللي مش متطبق في مصر كلها، بس برضو مهم الضروري أن احنا نبقى عارفين الخطوة الواحدة وإدخال التأمين الصحي الشامل في كل محافظة بياخد خطوات قد إيه، بياخد وقت ومجهود قد إيه، بياخد ميزانية وبيتكلف في الدولة قد إيه. فأنا بشكر حضرتك جدا وإن شاء الله توصل بورسعيد بالسلامة، وتحياتنا لأهالينا في بورسعيد. دكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية.
طيب تعالوا نروح لمجموعة أخرى من الأخبار، مجموعة أخف شوية من الأخبار، في نفس الوقت أتصور أن هي كانت أخبار جميلة وسعيدة على أغلب عشاق الساحرة المستديرة بالأمس، لأن الأهلي يمكن تغلب بالأمس برضو، كان الحقيقة ماتش مهم جدا وماتش ضروري في دوري أبطال إفريقيا. أيضا ليفربول وليه قاعدة شعبية الحقيقة كبيرة في مصر بسبب نجمنا محمد صلاح، يعني موجود من أبطال هذا الفريق. برضو كان في ماتش بالأمس مهم جدا في كأس إنجلترا وأيضا حقق الفوز، فتعالوا نشوف كل التفاصيل دي مع نسرين فؤاد. أهلا بك مرة تانية نسرين. شكرا باسم، والآن مع مجموعة من أخبار الرياضة. مباراة مجنونة ومثيرة. تغلب الأهلي على ضيفه الرجاء المغربي بهدفين لهدف في ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. افتتح عمرو السلية التسجيل للأهلي في شباك الرجاء من ركلة جزاء في الدقيقة 13 قبل أن يضيف حسين شحات هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 23، وعاد رجاء المغربي ليسجل الهدف الأول له من خلال محمد زريدة في الدقيقة 45، وأهدر عمرو السلية ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 61. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق الرجاء في مباراة العودة بالمغرب مساء الجمعة المقبلة. وهاتفيا ينضم الينا ناقد الرياضي هاني عبد النبي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، تحياتي ليكي ولكل مشاهدي قناه اكسترا نيوز. في البدايه، كيف ترى نتيجه مباراه الامس، وهل كان بامكان الاهلي تحقيق نتيجه افضل مما حققها؟ بالطبع، يعني لما نيجي نتكلم على الفوز بالامس، هو فوز غير مرضي لجماهير النادي الاهلي وعشاقه، خاصه ان الاهلي كان بامكانه إضافة المزيد من الأهداف وتقديم نتيجة تاريخية أمام فريق الرجاء المغربي، خاصة أن في الشوط الأول لاعبوا الأهلي أهدروا الكثير جدا من الفرص السهلة أمام المرمى. أعتقد أن تصريحات بيتسو موسيماني عقب المباراة في مسألة أن هو مش قادر، يعني أو مش هينزل يسجل أهداف مكان اللعيبة خاصة مع الفرص المهدرة الكثيرة، كان سبب من عدم الراحة أو الأريحية لدى جماهير النادي الأهلي، خاصة أن كان الموضوع دوت أو الفرص ديت لو تم إحرازها كانت هتسهل المهمة بشكل كبير جدا في المغرب في المباراة المقبلة. طيب أستاذ هاني، رغم تعرض لاعب الرجاء للطرد في الشوط الثاني وحصول الأهلي على ركلة جزاء وأيضا السيطرة على مجريات الأمور، لماذا لم يتم ترجمة ذلك إلى أهداف في شباك الخصم؟ خلينا نتفق ونتكلم في الناحية الإيجابية. طبعا كل الأمنيات للنادي الأهلي أنه يحقق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، لكن لما بنتكلم على فريق يعود من هزيمة كانت أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، ثم العودة إلى مباراة كبيرة زي مباراة الرجاء ويحقق انتصار، فأعتقد أن دي خطوة بيكسر فيها حاجز الخسارة اللي خسرها في المباراة السابقة، وبالتالي الفريق بيعود. لكن عودة المستوى لا تعود، يعني لا، ما بتوصلش المستوى 100% اللي بنأملها، وبالتالي أعتقد أن المباراة المقبلة المستوى هيشهد أداء وتطور أفضل. كان استحواذ للأهلي كان مفترض أنه يترجم لأهداف بعد طرد لاعب الرجاء، لكن تبادل لاعبه الأهلي إهدار الفرص بشكل غريب، يعني خاصة أن احنا لما بنتكلم على مباراة الكؤوس أو مباراة دور خروج المغلوب،
بالتالي ان مفترض ان فرقه بحجم النادي الاهلي والزمالك او الفرق الكبيره في مصر ان هي بتسجل من انصاف الفرص وليس من الفرص. وده كان حاله الحزن او حاله الضيق اللي بتنتاب بعض الجماهير من اداء النادي الاهلي كانت بسبب النقطه دي، ان كان بامكان النادي الاهلي اضافه الكثير من الاهداف في مباراه كانت في المتناول بشكل كبير جدا. طيب خلينا نشوف يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، يعني من وجهة نظرك كيف يتعامل الأهلي مع المباراة المقبلة ويتمكن من الصعود إلى الدور التالي؟ خلينا نتفق برضو ان في البداية خالص بنتكلم على مدرب جنوب افريقي، مدرب متميز للغاية، هو مدرب النادي الاهلي بيتسو موسيماني، مدرب يعرف جيدا ازاي يلعب مباراة دور المغلوب، قدر يكسب بطولتين لافريقيا وقدر يحقق نجاحات شديدة مع النادي الاهلي في بطولة افريقيا، وبالتالي هو يمني النفس بانه يحصد الكأس الثالثة. ومن الصعب ان بيتسو موسيماني ان هو يتنازل عن نتيجة الفوز او التأهل للأدوار التالية في البطولة. وبالتالي لما نيجي نتكلم على سياسة بيتسو موسيماني في المباراة الخارجية، أعتقد أن النادي الأهلي برغم الصعوبات الشديدة اللي هيواجهها من تواجد جماهيري وصخب شديد في الملعب المباراة، إلا أن النادي الأهلي قادر على أنه يلعب على الهجمات المرتدة بشكل كبير جدا، يستغل المساحات اللي هتبقى في خطوط الرجاء، خلف خطوط الرجاء، خاصة ان الرجاء المغربي هيندفع هجوميا لتعويض فارق الهدف علشان خاطر يقدر يحسم الصعود بالنسبة له. وبالتالي لاعبتنا لو قدرت ان هي تستفيد من المساحات اللي هتبقى ورا خط دفاع نادي الرجاء، اعتقد ان احنا هنقدر نوصل لمرمى المنافس بشكل كويس. والنادي الاهلي باسمه وتاريخه الكبير ما لا يهاب فرق زي الرجاء او غيرها، خاصه لو كان بيلعب على ارضها. وبالتالي نتمنى ان تكون المباراه القادمه للاسبوع الجاي تكون مباراه لصالح النادي الاهلي وجماهيره. المباراه فنيا هتبقى خارج الخطوط اقوى بكتير جدا من داخل الملعب، خاصه ان فكر المدربين هو اللي هيحدد مسار المباراه، وربما يفاجئنا زي ما بيفاجئنا دايما بيتسو موسيماني بان هو يلعب بخطه هجوميه لحسم النتيجه مبكرا قبل ما يفكر المنافس ان هو يهدد مرمون. نقطة أخيرة بس ولازم نحذر منها، حارسنا الدولي محمد الشناوي إن المشاحنات اللي حصلت امبارح والعصبية اللي حصلت بينه وبين المدافع محمد عبد المنعم بالفعل هي اتنقلت لكل اللعيبة. الأهلي كان ماشي في مسار كويس جدا في المباراة، أعتقد إن عصبية محمد الشناوي بالأمس مع محمد عبد المنعم اتنقلت لخط الدفاع، وبدأ من ساعتها أو من وقتها نادي الرجاء إن هو يهدد مرمى النادي الاهلي. نتمالك اعصابنا، خاصه ان محمد عبد المنعم لاعب شاب لسه اول سنه بيلعب مع النادي الاهلي او الفريق الاول بشكل كبير، وبالتالي منح اللعيبه الصغيره الثقه والهدوء خلال المباراه بيأثر بشكل ايجابي عليهم، بدل ما ندخل ليهم التوتر ونصدر لهم مشكلات في المباراه. ان شاء الله كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي ويحقق الفوز إن شاء الله في المباراة القادمة. كل الشكر لحضرتك هاني عبد النبي الناقد الرياضي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. فاز بيترو أتلتيكو الإنجولي على ضيفه سان داونز الجنوب إفريقية بهدفين لهدف في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن تأهل فريق ليفربول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتقدم ليفربول عن طريق إبراهيم كوناتي فيما سجل ساديو ماني هدفين. وسينتظر ليفربول المتأهل من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي ستقام يوم الأحد. فاز نادي مانشستر يونايتد على نظيره نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 54، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي للنقطة 20 بالمركز 20 والأخير.
فاز فريق برايتون على مضيفه توتنهام بهدف نظيف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبهذه النتيجة رفع برايتون رصيده إلى 40 نقطة، وتوقف رصيد توتنهام عند 57 نقطة. مشاهدينا، ختمنا بهذه الأخبار جولة الرياضة، والآن عودة إلى باسم ومنا. شكرا لك نسرين، ونروح لمجموعة أخرى من الأخبار، ولكن أيضا بنتكلم عن إن احنا نشوف بقى بالصوت وبالصورة وعلى الأرض مباشرة نماذج مختلفة لكيفية يعني وجود وتوفير السلع المختلفة والمحاصيل المختلفة بالوفرة الكبيرة وبالأسعار المناسبة. بتفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد اليوم صباحا معرض خير مزارعنا لأهالينا في حديقة الأرمان بالجيزة، وده من أجل الاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المخفضة. احنا كنا لما الشهر اللي فات كان في مارس كان افتتاح هذا المعرض، كنا اتكلمنا مع حضراتكم عنه في هذا الصباح، وانتقلنا ايضا بكاميراتنا شفناه هناك. هو مقام في حديقة الأرمان مقام في حديقة الأرمان في الجيزة، وزي ما بقول لحضراتكم تم افتتاحه في شهر مارس الماضي، كان في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. نعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم من زميلنا مراسل أكسترا نيوز كريم رجب الموجود هناك بالفعل. كريم، بنصبح عليك، وما هي الأجواء لديك؟ صباح الخير منا وباسم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. يعني معرض خير مزارعنا لأهالينا هو واحد من أهم المعارض التي أقامتها الدولة مؤخرا، وهي امتداد أيضا للمبادرات والمعارض التي أطلقتها الدولة خلال الأيام الماضية وقبل حلول شهر رمضان، حتى يكون هناك توفير لكافة السلع المختلفة بأسعار منخفضة وأسعار مناسبة. الأسعار بطبيعة الحال تختلف عن الأسعار في الأسواق، الأسعار هنا تقل عن مثيلتها بنحو 30% تقريبا. هنا يوجد جميع المنتجات الغذائية والسلعية التي يحتاجها المواطنون في هذا التوقيت من كل عام. نحن نتكلم عن خضروات، لحوم، أرز، زيوت وغير ذلك من كافة هذه السلع التي يكون عليها طلب متزايد في مثل هذا التوقيت من كل عام. الأسعار هنا نحن نتحدث أيضا عن أسعار اللحوم، كيلو اللحوم الطازجة يصل إلى نحو 130 جنيه، وهو أقل من الأسعار في الأسواق. بالإضافة أيضا إلى الخضروات، كيلو الطماطم هنا أيضا يصل إلى نحو 10 جنيهات، وكذلك الأسعار الأخرى للخضروات هي أسعار منخفضة، وبالتالي يفضل كثير من المواطنين المجيء إلى هنا إلى هذا المعرض حتى يقوم بالتزود وشراء ما يحتاجه من سلع مختلفة، حتى يعني يكون هناك توفير للنفقات قليلا، وإن كان هذا يوفر كثير من النفقات في ميزانية المنازل بالنسبة لربات المنازل في هذا التوقيت. أيضا بعد قليل سيكون هناك جولة لقيادات وزارة الزراعة، وحتى يكون هناك اطمئنان على يعني الأسعار هنا وتوفير السلع المختلفة. هنا يضخ يعني بشكل يومي سلع بكميات كبيرة حتى لا يكون هناك نقص من أي نوع من السلع، حتى أيضا يعني كعك العيد بأصنافه المختلفة. هنا يوجد بعض المنافذ التي تقوم ببيع هذه المنتجات المختلفة، وهي أيضا تابعة لتشرف عليها وزارة الزراعة، وبالتالي هنا سيتوفر الجودة وأيضا يتوفر السعر المنخفض. بالإضافة أيضا إلى توافر السلعة من عدمها، أيضا هي تتوافر هنا بكميات كبيرة، وبالتالي يستطيع أي مواطن أن يأتي هنا في أي توقيت لكي يقوم بشراء ما يحتاجه، وهذا المعرض أيضا يستمر إلى نهاية شهر رمضان. بالنسبة أيضا للمنافذ التي أطلقتها الدولة خلال الأسابيع القليلة الماضية، نحن نتحدث عن أكثر من 20,000 منفذ على مستوى الجمهورية، منها ما يقرب من 8,000 منفذ أو معارض لأهلا رمضان. وهذه المعارض هي أيضا تقدم يعني أو توفر سلع مختلفة للمواطنين في كافة المحافظات، ليس فقط في محافظات القاهرة الكبرى ولكن في كافة المحافظات، وبالتالي هناك يعني اهتمام كبير من جانب الدولة بأن يكون هناك توفير للسلع، وأيضا توفير أو تخفيض للأسعار بالنسبة للمواطنين، حتى يعني يكون هناك تخفيف عن كاهل المواطنين في مثل هذا التوقيت. إليكم منا وبس.
نعم، شكرا لك كريم، ادتنا فكرة عامة عن هذا المعرض خير أهالينا، والحقيقة إنه الصورة بتبدو متقاربة جدا عندك دلوقتي عن الصورة اللي أنا فاكراها أيام لما كان في اللي كان بيفتتح هذا المعرض، يعني في إقبال من الناس، المنتجات زي ما أنت قلت كمان متوفرة جدا، الحقيقة الأسعار اللي أنت قلتها معقولة جدا يا كريم، يعني أنا بنزل في أسواق كتيرة كلنا يعني مش أنا بس بنسمع، لا في طبعا أسعار أعلى من اللي أنت من كذا مثل انت ضربته بحاجات خضار وفاكهه، فالاسعار عندك كمان اسعارها حلوه جدا، الجوده انت اتكلمت عنها كمان، واعتقد انه يعني مكان تابع للدوله عاملاه تحت يعني مبادره الرئيس بمحاربه الغلاء وتخفيض او ضبط الاسعار، ما اعتقدش ان في اي تاجر ممكن يخاطر او يجازف ان هو ما يكونش بيقدم منتجه بجوده عاليه جدا. حبيبي يا عمور بنشكرك جزيلا كريم رجب، ونروح لموضوع اخر او نتكلم على عدد اخر من الموضوعات، بقى موضوعات مش محليه، نروح لموضوعات دوليه ونبدا بمجموعه من الاخبار، بدايتها اعلان قياده الشرطه الاتحاديه العراقيه بالامس السبت القاء القبض على احد قيادي تنظيم داعش الارهابي في العاصمه بغداد. ذكر إعلام القيادة أنه من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطاعات الشرطة الاتحادية في بغداد وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الأول أثناء التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن واجب سيطرة مطار بغداد من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب. أضاف البيان أن الإرهابي تسلم مناصب قيادية مختلفة في تنظيم داعش الإرهابي، حيث عمل ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة قاطع الجزيرة، وعمل أيضا إداريا بديوان الجند، مشيرا إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. نروح من العراق إلى فرنسا، وقبل أسبوع من الدورة الثانية للانتخابات الفرنسية الرئاسية عقد الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون تجمعا انتخابيا كبيرا أمس السبت في مرسيليا ثاني أكبر مدن البلاد، في محاولة لإقناع الناخبين الذين صوتوا لليسار بالتصويت له ضد منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان. ووعد ماكرون بجعل بلاده أول دولة كبرى تتوقف عن استخدام النفط والفحم والغاز كمصادر للطاقة، وقال أيضا أنه سيجعل رئيس وزرائه المقبل مسؤولا بشكل مباشر عما سماه التخطيط الأخضر، مؤكدا على أولوية الطاقة النووية في سياساته المقبلة. لمزيد من التفاصيل عن لقاء ماكرون بجماهيره وهذه الوعود التي قدمها في مرسيليا بالأمس، ينضم إلينا هاتفيا زميلنا العزيز خالد شقير مراسل أكسترا نيوز في مرسيليا. يا أهلا بك يا خالد. أهلا بك يا منى، تحياتي ليك والباسم ولكل السادة المشاهدين، وكل سنة ومصر والجميع بألف خير. يا رب. وانت طيب يا رب. وانت طيب يا خالد، ومتشكرين جدا. خلينا نبدأ يا خالد ب يعني وعد الرئيس إيمانويل ماكرون، يعني هو دلوقتي بيقود أو هيقود في الأيام القادمة حملة انتخابية أكيد من أجل جذب المزيد من الأصوات لصالحه قبل حلول المرحلة الثانية أو قبل بداية المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا. هذه الوعود يعني هل هي وعود قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب، وإحنا بنتكلم على الاستغناء عن مصادر الطاقة المختلفة الغير متجددة زي الفحم والغاز والنفط والاعتماد فقط على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، ولا وعود انتخابية فقط؟ الحقيقة يعني هي تبقى بس نوع من أنواع المراوغة من الرئيس الفرنسي ومحاولة منه لاستقطاب حوالي 22% من أصوات الفرنسيين اللي هم كانوا ادوا صوتهم طبعا لميلانشون، جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية، وبصفة خاصة يعني اختياره لمدينة مرسيليا وهي المدينة الثانية باسم والميناء الرئيسي، أنه يعني حصل على المركز الثاني بعد جون لوك ميلانشون، وأن هذه المدينة هي من المدن الحقيقة المهمشة، والذي كان قد ظهرها في الفترة الماضية حاول طبعا يعني توفير أو القيام بمشاريع في هذه المدينة،
ولهذا كانت هذه نوع من انواع وصفه تم وصفها بالمراوغه السياسيه من الرئيس الفرنسي، حيث انه في الفتره الاولى لم يقدم الكثير في هذا الاتجاه. طيب. معلش يا خالد، بس يعني واحنا في مارسيليا ما نقدرش بس نعدي الجزء ده من غير ما نحاول نفهم منك، لو كان اغلب الاصوات ذهبت في مارسيليا الى جون لوك ميلانشون، جون لوك ميلانشون دعا بشكل واضح وصريح ان هو لا يتم اعطاء الاصوات الى مارين لوبان، وبالتالي مش تبقى هذه الاصوات بشكل كبير يعني بالضبط بتروح لماكرون بشكل يعني تلقائي. يعني احييك طبعا باسم على هذه النقطه. هو بالفعل يعني في الجوله الاولى جون لوك ميلانشون كررها ثلاث مرات، لا لمارين لوبان، لا لمارين لوبان، لا لمارين لوبان، ولكن انه لم يعطي اشاره للتصويت للرئيس الفرنسي. الحقيقه هو يعني عمل كمان يعني على حساب حزب فرنسا الابيه في محاوله لاستطلاع راي ناخبيه هيصوتوا لمين. 33% من المنتمين لحزب فرنسا الابيه هيدوا صوتهم لايمانويل ماكرون، و16% منهم هيدوا صوتهم لمارين لوبان، والباقي مقاطعين. فلهذا الموضوع يعني الطريق الى الإليزي صعبا وليس ممهدا، والوضع يختلف عن انتخابات 2017 على فكرة. زي ما في هناك يعني ناس ضد اليمين المتطرف، في هناك للأسف الشديد الناس ضد الرئيس الفرنسي، ومعظمهم من أحزاب اليسار، ومعظمهم من ومعظمهم ينتموا لحركة الصفرات الصفراء، وبيعتبروا الرئيس الفرنسي هو رئيس الأغنياء. ولهذا محاولة الرئيس الفرنسي بالأمس المنتهية ولاياته إيمانويل ماكرون، وأنا كنت حاضر طبعا في مارسيليا، باستمالة يعني أنصار البيئة ومحاولة يعني إرسال رسالة للفرنسيين بأن ماكرون في الفترة الأولى غير ماكرون في الفترة الثانية. الحقيقة يعني هناك الكثير أيضا من الرسائل التي يعني تم إرسالها بالأمس لجميع الفرنسيين بأن موضوع البيئة هو موضوع مهم جدا، ولم يتحدث الرئيس الفرنسي الحقيقة ما لفت نظري عن المشكلة الأوكرانية سوى بإرسال رسالة سريعة عن موضوع الخاص بالأزمة الغذائية، والرسالة كانت موجهة للدول الأوروبية بأنه يجب علينا من الآن البدء بالزراعة والإنتاج للحبوب حتى لا تحدث أزمة عالمية، وبصفة خاصة في القارة الإفريقية يتم بعدها مباشرة المشكلات تصل إلى القارة الأوروبية. لكن يبقى الطريق ليس ممهدا، ولكن أمامنا مشكلة كبيرة جدا، أو مش مشكلة يعني يوم حاسم في هذا الصراع. جرت العادة منا أن يكون هناك مناظرة بين الرؤساء، وهذه المناظرة يحرص على مشاهدتها 15 مليون فرنسي، هي من يعني تحدد على وجه التحديد من سيكون ساكن الإليزي القادم. خالد خليني أسألك أخيرا، يعني ماري لوبان خلينا نتفق أنها ليست بالمنافس السهل أبدا، هي منافسة رئاسية أو مرشحة يعني للانتخابات الرئاسية شرسة جدا، ولها أصوات كثيرة جدا. إيه مواطن القوة عندها وإيه مواطن الضعف عندها اللي كان من المفروض أنه إيمانويل ماكرون يشتغل عليها أكتر؟ الحقيقة مواطن الضعف هي موضوع السياسة ضد المهاجرين بصفة عامة، وموضوع الحجاب، وهذا استغلها على فكرة الرئيس الفرنسي في إحدى زياراته لمدينة ستراسبورغ عندما استوقف إحدى المحجبات وقال لها يعني أنت مرغمة تلبسي هذا الحجاب كما يقول البعض، فقالت له لا، قال لها أنت يعني اختيارك هذا اختيارك، فقالت بالطبع نعم. وطبعا هو وجه الرسالة بأن على الأرض الفرنسية يجب أن يعيش الإنسان أي فرنسي أيا كان جنسيته أو أصوله أو ديانته بحرية تامة. وعلى الجانب الآخر طبعا يعني اتهم مارين لوبان بالعنصرية. أما الموضوع مارين لوبان تريد حظر الحجاب وتريد فرض غرامة زي الغرامة
التي يتم فرضها على مثلا الذي يقود سيارته بدون حزام الامان، على كل من ترتدي هذا الحجاب في الاماكن العامه. هذه نقطه ضعف كبيره جدا وتصيب الحقيقه يعني مارين لوبان في شعبيتها، وتحد من اعداد اصوات اليسار، لان اليسار متعاطف ويريد الحريه للجميع. القوه، مصدر القوه هو موضوع الملف القوى الشرائيه، وهي تتعامل من على هذا الملف وتطالب الجميع باهميه الغاء الكثير من الضرائب، مثلا تخفيض نسبتها من 20% ل 5.5% على ضرائب المحروقات وبعض من المنتجات. وهذا الملف الرئيس الفرنسي بينظر له على انه رئيس للاغنياء، وهي بينظر لها على انها مع الطبقه الكادحه والطبقه العماليه، ولهذا هذه الانتخابات بتعتبر مختلفه تماما. هي غيرت استراتيجياتها، بدات لا تتحدث عن المواضيع التي تخضب زي موضوع يعني الهجرة وغيرها، والآن تتحدث عن الموضوع التي يهتم بها المواطن، وهو كيف يمكن له أن ينهي هذا الشهر أو ذاك، وبصفة خاصة بعد ارتفاع رهيب جدا في جميع المنتجات. متابعين، فرنسا من أكتر واحدة من أكتر دول العالم اللي عندها نسبة تضخم عالية جدا، وارتفاع عام في مستوى الأسعار للسلع عموما عالي جدا يا خالد. طيب، الحقيقة نعم، يعني هذا موضوع خطير جدا، وطبعا زيادة المحروقات بالرغم من أن الحكومة قامت بتثبيت أسعار الغاز والكهرباء، إلا أن ما زالت المشكلة في ارتفاع الأسعار واختفاء بعض من مثلا الزيوت وغيرها من المنتجات. بنشكرك جزيلا خالد شقير مراسل أكسترا نيوز، كنت معنا مباشرة هاتفيا طبعا من مارسيليا. شكرا جزيلا، الشكر لك. لحظات ونستكمل ما تبقى لنا في حلقتنا من هذا الصباح، ويكون لنا لقاء نتحدث فيه أكثر عن مصر، نرجع بقى من الخارج من فرنسا، والحديث عن الانتخابات الرئاسية هناك، نعود مرة أخرى إلى أرض الوطن لنتحدث عن ما تم على أرض الوطن في السنوات القليلة الماضية من مشروعات، وكيف يمكن أن يعتبر نواة خلينا نقول للقادم إن شاء الله، خصوصا في ظل تحديات عالمية صعبة جدا، وفي ظل إرادة حقيقية من القيادة السياسية في مصر ألا تتوقف عجلة الإنتاج بإذن الله ولا يوم واحد بس، حتى مع هذه الضغوطات العالمية، بعد هذا الفصل. وضعتني في وسط الحقل، وهذا كان ممتلئا عظاما بشرية، وأمرتني عليها من حولها كلها، فإذا هي كثيرة جدا على وجه الحقل ويابسة جدا، فقال لي الرب: يا ابن الإنسان، أترى تحيا هذه العظام؟ فقلت: أيها السيد الرب إله البنون.
Fratelli carissimi, animati dalla grazia di Cristo che ha vinto la morte, supplichiamo con fiducia il Padre che sta nei cieli e si prende cura con amore di tutte le creature. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. أهلا بحضراتكم من جديد في هذا الصباح وباقي فقراتنا في هذا الصباح. هذه الفقرة زي ما منا كانت بتتحدث قبل الفاصل هنتكلم فيها عن دور المشروعات القومية، الحقيقة دور مهم جدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الجهود جهود الدولة اللي قامت بها والرعاية اللي الدولة بتوفرها وتوفير أيضا الاستثمارات اللازمة من أجل المشروعات القومية مع الاتجاه نحو جذب الاستثمارات من جانب القطاع الخاص والقطاع الخاص الوطني والأجنبي. الاثنين مع بعض هنكلمكم عن جهود الدولة في ضبط الأسواق في توفير السلع للمواطنين، كل ده مع ضيفنا اللي بيشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ زكي القاضي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ زكي. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير الفل. وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبين وأهلا وسهلا يعني والحمد لله بالسلامة على العودة يعني. الحمد لله على سلامتك. جيت لنا مرة قبل رمضان بقى كده خلاص. بالظبط بس حصلت روسيا وأوكرانيا اللي أثرت على كل حاجة. إن شاء الله بإذن الله كل حاجة تبقى جميلة وزي الفل يا رب. خلينا نتكلم مع حضرتك أو نبدأ عن نظرة عامة كده عن المشروعات القومية. دلوقتي إحنا في تحديات كبيرة قوي، إحنا عملنا أسسنا للمشروعات القومية الكبرى، اشتغلنا على جزء كبير منها بقالنا سنين، 6 و7 سنين ربما أكتر قليلا، نقول 6 و7 سنين تقريبا 2014 ولسه مكملين وفي لسه خطط ليه مشروعات أخرى قادمة إن شاء الله. دلوقتي العالم كله وقف وقفة كده بعد اللي حصل في روسيا وأوكرانيا وقال لك ايه، طب يعني كتير جدا من دول العالم قالت لك لا انا هحط بقى اللي عندي ده دلوقتي على الهولد كده لغايه لما اشوف الدنيا رايحه لفين. ما سمعناش الحمد لله في مصر انه في مشروع قومي عملاق وقف او انه القياده السياسيه قالت لا نستنى شويه دلوقتي، مكملين والناس بتشتغل والمصانع والورش شغاله الحمد لله يا رب. السؤال بقى الانعكاسات اللي ممكن تظهر دي، هل هتظهر دلوقتي ولا تظهر قدام؟ تظهر بمعنى ان احنا ما وقفناش وعجلة الإنتاج فضلت مستمرة. هو أولا يعني فضل من الله ومنه أن احنا بدأنا في المشروعات دي من بدري جدا، ما كناش عارفين اللي هيحصل في العالم في روسيا وأوكرانيا، ما كناش عارفين اللي هيحصل في العالم في كوفيد، ما كناش عارفين كل اللي هيحصل ده. فإحنا الحمد لله بدأنا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 المسؤولية من بدري، فبدأنا دخلنا في برامج زي الإصلاح الاقتصادي، برامج المشروعات القومية الكبيرة اللي تعدت يعني آلاف من المشروعات القومية. ولو حضراتكم يعني مثلا خدنا الإشارة البسيطة من المتحف المصري الكبير اللي حضراتكم كنتوا بتكلموا عنه في أول الأخبار، المتحف المصري الكبير ده من 2002 لحد 2011 شغالين فيه. مثلا متاحف زيه زي كفر الشيخ وشرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية قعدت من 2002 ل 2011 مش موجودين، وبعدين وقفوا في 2011 بداوا يشتغلوا في 2011 وبعدين وقف لحد 2018 وقف العمل فيها. فتخيل ان حضرتك ان المتحف ده ما كانش بدا العمل فيه، ما كناش بدانا فيه من اول بالارقام والفلوس والميزانيات من اول 2018. وزماننا كنا دلوقتي هنتكلفنا قد ايه مثلا المتحف طبعا. اللي حضرتك كنت بتكلم عنه مثلا في 5000 من 3000 ل 5000 عامل. رئيس الوزراء بيتكلم على ان احنا نخلص المعدلات دي. المشروعات القومية دي عشان احنا بدأنا فيها من بدري الحمد لله وبفضله وبرؤية من القيادة السياسية هي اللي وصلتنا لمرحلة ان احنا لما حصلت الأزمات كنا يعني خدنا الخطوة، فخدنا الخطوة فمشينا فيها قدرنا نمتص شوية بالزبط. من الصدمة بتاعتها وبدأنا كمان ارتباطا طبعا ببرامج تانية زي برنامج الإصلاح الاقتصادي، برامج اللي هي ترشيد الدعم، برامج ضبط الموازنة الاجتماعية. برامج الحماية الاجتماعية اللي حضراتكم اتكلمتوا فيها، يعني احنا لو وصلنا لمرحلة ان احنا لسه كنا هنكتشف الناس عشان نديهم فلوس لو حصلت ازمه، لا ده احنا كنا بدانا تكافل وكرامه، بدانا حياه كريمه، بدانا 2 كفايه قبل ما تحصل الازمه نفسها. فاصبح لما حصلت الازمه كان عندنا احنا الحمايه الاجتماعيه او البرنامج او المصد ده احنا عاملينه من غير ما يبقى في ازمه. عاده لما بتحصل الازمات في الدول هتبدا تحط البرامج وتبدا تحط الخطط وتبدا تتحرك عشان تتصدى الازمه دي. طبعا احنا هنتصدى الازمه دي وبكل الاحوال، ورئيس الوزراء حمل عمل اجتماعي ان احنا نراعي الازمه العالميه
وواقعها ومردودها في الاقتصاد المصري وفي الموازنة العامة. وأظن الموازنة القادمة هتتأثر بده. مثلا لو احنا حاطين سعر البترول ب 60 61 دولار لما يوصل 107 111 فاحنا لازم الميزانية اللي جاية نرفع سعر برميل البترول عشان يعمل القصة دي. الناس لما زاد البنزين 25 قرش من يومين انا اظن يعني ان اللي قائمين على الامر عملوا اكبر الاحتياطات ان هم يوصلوا الرقم يعني بسيط نسبيا، لان لو احنا عملناها بالازمه وارقامها كان الرقم ربما يعدي. انا هنا مش بتكلم على ان هم يغلوا الاسعار على الناس ولا الناس تقول انت جاي عشان يقولوا ان هم خلوهم يغلوا اسعار، لا، بس انا بتكلم على ازمه عالميه. يعني ازمه القمح، احنا دوله مستورده للقمح، 80% من القمح بتاعنا من روسيا واوكرانيا، فلازم نتاثر بالقمح، فلازم الاسعار تزيد. 80% من القمح المستورد، 80% من القمح اللي احنا بنستورده من روسيا واوكرانيا. يعني بس النسب تبقى واضحه، لان احنا 80% يعني ربما تكون روسيا واوكرانيا بتنتج 30% للعالم، احنا بناخد 80% منهم، وبناخد منهم 100% زيت طبيعي مثلا ما عدا زيت النخيل. فاحنا لو نوصل للارقام دي وربطناها، انا كمواطن مصري قاعد في بيتي متاثر بالازمه العالميه. الاقتصاد الوطني اللي حاطط خطه طبعا متاثر بالازمه العالميه، لكن في السياق الاخر الدوله مش بتشتغل على فكره ضبط الاسعار والمواطن فقط، لكنها شغاله على فكره المشروعات القوميه ايضا، شغاله على المتحف المصري، شغاله على العاصمه الاداريه، شغاله على كل مشروعات الكباري والطرق، شغاله على مشروعات التعليم. ولسه كنا بنتكلم من شويه على التامين الصحي الشامل، وبنتكلم برضو لسه التوسع فيه. طبعا احنا لسه يعني البدايات بتاعته لسه التوسع فيه ما وقفناش حتى فيه يعني بالضبط. ويعني يضيف حضرتك لما هو كان رايح بورسعيد يعني عشان يتابع الموضوع انا كلمناه وهو على الطريق بالضبط، يعني كان ارتباطا حتى بحاجه انا شايفها مهمه جدا وكنت بتكلم مع حضراتكم فيها في الفاصل، هي فكره الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه. الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه دي هتبقى مجهود عظيم جدا جدا جدا. معلش يا استاذ اشرف، بس يعني ببساطة كده والغير الشخص اللي هو ما يعرفش عن هذه الشبكة، لأن هي يمكن كمعلومات مش ناس كتيرة لسه عارفة عليها، ياريت حضرتك تشرحها لنا. هي عبارة عن إيه؟ الميزة اللي بتقدمها؟ أهم برضو يعني الخدمات اللي هي بتوفرها أو بتتوفر من خلالها. عظيم. الشبكة الوطنية للطوارئ دي قائمة على نموذج عالمي. الولايات المتحدة ودول شمال أمريكا جيوا في يوم في الستينات تقريبا، يعني قبلنا مثلا بخمسين سنة، فكروا ان المواطن الامريكي لما بيحصل له ازمة حريق مثلا او يحصل له حادثة في وقت معين، هو مش بيبقى عنده مثلا رقم ومش حافظ الارقام المتسلسلة للمحافظة بتاعته للشرطة عنده، لان هناك بتبقى ولايات، فمش عنده رقم متسلسل انه يفضل يتصل ده، فحطوا الرقم 911 بحيث انه يتصل بيه على طول، فتبقى في غرفه عمليات، غرفه عمليات دي تتصل بالاسعاف وتتصل بالامن وتتصل بالمطافي لو في حادثه وتتصل بكل الجهات المعنيه دي. فهو احنا هنا من خلال رقم واحد، من خلال رقم واحد موحد. احنا هنا في مصر بقى فكرنا من سنتين تقريبا ان احنا نعمل القصه دي، فبدانا في خمس محافظات، ثلاث محافظات منهم بورسعيد والسويس واسماعيليه وجنوب سيناء والاقصر. مرحله تجريبيه عباره عن ايه؟ هي عباره عن شبكه محمول موحدة أو شبكة اتصال موحدة عبر غرفة عمليات. الشبكة دي لما حضرتك لما يتم وضع الرقم ليها بكرة وبعده لما فيبدأ العملية التجريبية ليها، فأنت لما تتصل ويحصل أزمة ما فبتبدأ غرفة عمليات، فممكن غرفة عمليات في إسماعيلية تنقذ مواطن في الأقصر لأنه هيبقى عنده سيستم واضح، سيستم مربوط ببعض، ودي طبعا بتشارك فيها القوات المسلحه والاجهزه المعنيه، ان هي بتحط اشارات وبتحط ابراج مثلا ما يقرب من 2000 برج ولا حاجه، ان احنا لما تتصل فيبدا على طول يجمع في نفس اللحظه. فهنا اولا بنعمل معدلات امان عظيمه جدا وبنقلل معدلات الانجاز، يعني احنا لما تتصل لما تبدا تدور على رقم الاسعاف لا انت حافظ الرقم، فساعتها نلاقي الاسعاف وساعتها هيبقى مرتبط بالتامين الصحي اللي حضرتك بتتكلم عنه، فغرفه العمليات بتبقى جاهزه للمواطن، كل ده يبقى اوتوماتيك ليه من غير ما انا اقعد اعمله. مفيش، هو رقم واحد بحضرتك بتتصل. حتى يعني هم من ضمن النصائح اللي بيتكلموا فيها ان انت لما تيجي تتصل ما تقفل، لو حسيت ان انت مش ما تقفلش، لان هو عنده هيسجل ان في رقم معين فيبدا يتصل بيك فيبدا يتحرك. انت لو اتصلت حتى قول له انا غلطت في الرقم وكذا وكذا، عشان تبقى، لان الاجراءات هتبقى سيستم معدلات عالميه. يعني انا شايف رئيس الوزراء ووزير التنميه المحليه وقبلهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من يومين كان بيتكلم مثلا مع اللواء عادل الغضبان في محافظه بورسعيد برضه، كان بيتكلموا على الاسعار من غرفه عمليات الشبكه الوطنيه للسلامه العامه والشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه. فسالوا على اسعار مثلا، فالمحافظ بورسعيد قال له ان عندي السلع الفلانيه والفلانيه والفلانيه، فالرئيس السيسي يعني اتكلم، يعني مش فكره ان انت بتتكلم في توفر السلع، انا عايز وفره في السلع، انا عايز السلع دي تبقى اكتر، فتبقى في تنافسيه، انواع تبقى السلع اكتر بالظبط، فاحنا لو السلع الواحده تبقى موجوده اكتر بالظبط. فلو اعتبرنا ان الارتفاع الاسعار ازمه وطارئ بسبب الاحداث العالميه، فالشبكه الوطنيه هي احدى وسائل وادوات الدوله للسيطره على الاسعار. طبعا ده في جانب بعض وجهود
أجهزة الدولة الثانية لو قلنا مباحث تأمين، حماية المستهلك، الأجهزة الرقابية وغيرها، إن هي بتضبط أسعار. لكن أنا بتكلم على هنا على منظومة للدولة تبقى شايفاها، بمعنى إن القيادة السياسية أو القائد أو الوزير لما يبقى قاعد في غرفة عمليات إسماعيلية يبقى عارف إن لو حصلت أزمة، عمارة وقعت في شبرا أو لو في القاهرة قصدي يعني، لو وقعت في شبرا فيبقى عارف وقتها ولحظتها إن حصلت، فيبدأ يحرك الأجهزة ويبدأ يكلم المرور يفض الطرق للأجهزة دي، حاجات إحنا مش مستوعبينها، بدل ما تكون الأمور تدار على مستوى أقل يعني، بيبقاش مطافي شبرا لا، تبقى الدولة عارفة طيب فتعرف تحل الأزمة. كل الأمثلة اللي ذكرناها يا أستاذ زكي وأكيد في تانية غيرها كتير، كلها في النهاية بتجمع بينها حاجة، غير طبعا أنه في رغبة سياسية حقيقية يعني أنه البلد إن شاء الله تنهض بإذن الله، يبقى عندي عدد أكبر من المشروعات القومية، لا كمان فكرة تقليل البطالة والملف ده اللي عدنا سنين طويلة جدا بنتكلم عنه في مصر، وكل ما كنا نسمع عن حادثة من حوادث الهجرة غير الشرعية كنا بنحزن لأنه زعلانين انه بيلجأوا الى الهجره غير الشرعيه، بس في نفس الوقت ما احنا عارفين انه فرص العمل كانت شبه منعدمه في فتره من الفترات والقطاعات كبيره جدا. صحيح. النهارده الحمد لله الدنيا اختلفت بدرجه كبيره جدا، كل مشروع من دول بيفتح معاه فرص عمل كتيره. شايف تقليل نسب البطاله عن طريق المشروعات القوميه ازاي؟ وكنت بتكلم معانا حضرتك في الفاصل قبل ده على طول على النقطه دي كمان، وعلى فكره انه حتى مع زياده الاسعار، لكن كمان لو في عندي حاجه بتوازيها فدي حاجه بتظبط الاقتصاد. صحيح. في النهايه او بتؤدي يعني الى تضبيط يعني الاقتصاد، مؤشرات الاقتصاد في النهايه. هو الجهاز المركزي التعبئه العامه والاحصاء من يومين اعلى رقم مهم، ان معدلات البطاله نزلت ل 7.9%. 7.9% دي انا عارف ان احنا لو ربطناها بمعدلات التضخم، التضخم ده اللي هو يعني الاسعار وكده للناس البسيطه، ربما يكون الناس تقول لك انا هتكلم عن الاسعار، لكن انا بتكلم فعلا في رقم تاني مهم، ان فعلا في ادوات تشغيل، ادوات التشغيل دي او العماله او الناس اللي شغاله في البلد قلت نسب العاطلين واضاف لسوق العمل، بمعنى ان احنا زي ما قلت حضرتك رقم مثلا في متحف مصر من 3 ل 5000 واحد شغالين، المشروعات القوميه كذلك، الكباري والطرق اللي حضراتكم بتشوفوها، الاسكان الاجتماعي وغيرها، ده مرتبط بان فعلا المعدلات دي شغاله. احنا لو في دول تانية في قطاعات ووزارات وهيئات ومؤسسات وجهات خاصه توقفت عن العمل تماما، بمعنى ان انت حضرتك لو قريت تقارير اوروبيه هتلاقي ان في دول معينه قفلت قطاعات بعينها لان ما فيش شغل، لان كوفيد اثرت عليها، بعدين طبعا الحقنا بها ولحق بها الازمه الروسيه الاوكرانيه. فاحنا لو اتكلمنا على معدلات البطاله، ايوه طبعا في شباب كتيره مش شغاله، لكن ده مرتبط بسوق العمل، مرتبط بسوق العمل اللي حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عنه، لما احنا يبقى عندي مسابقه فاقدم ليها رقم معين عدى 100,000 وبعدين يبقى المنطبق عليهم المواصفات عدد معين، فسوق العمل هنا محتاج نوع معين من الخريجين، محتاج خريج مؤهل بلغه، مؤهل بعلم، ومؤهل بعلم يعني في اسهام في انتاج الدوله، يعني ربما يكون العلوم النظريه قلت الحاجه اليها بشكل او باخر، لكن هنا برضو العلوم النظريه ليها مسارها، يعني مثلا مسابقه التعليم دي ربما والرئيس السيسي اتكلم عنها 150,000 هتستوعب بعض العلوم دي اللي هم المدرسين والمعلمين، عشان برضو نديهم احترامهم وتقديرهم، لكن هناك سوق العمل الاكبر من ده، سوق العمل الاضخم من ده اللي هو العالم بيقول لا ان احنا محتاجين لرؤيه اللي محتاج رؤيه ثانيه. ولو انا يعني اشير اشاره صغيره ان الهجره غير الشرعيه بالتقارير الاوروبيه الحمد لله اثبت ان احنا وصلنا ل 0% هجره غير شرعيه من مصر في خلال السنتين اللي فاتت، ما كانش سهل، فده رقم يعني عظيم جدا طبعا. رقم طبعا. عظيم جدا، بس فالحاقا بفكره ان معدلات البطاله قلت، ومعدلات البطاله معناها ان الناس اشتغلت اكتر، معناها ان المشروعات القوميه كاسهام كفرصه اقتصاديه الحمد لله يعني اسهمنا فيها، كمان وسائل ضبط ان الفلوس رايحه فين، بمعنى ان المشروع ده يكلف كذا وعايز موظفين وعماله كذا. الاول ربما كانت الامور حد بيجيب حد، حد بيجيب حد، فكانت العمليه بتبقى مش مناسبه، حتى في الجهاز الاداري للدوله الموظفين هنشوف ان اعداد كبيره في مصالح حكوميه لم تؤدي الدور. ضبط العمليه دي خلى المستحق ياخد وخلى المؤهل لسوق العمل ياخد، واظن ان التجربه اثبتت ان الدوله المصريه في السبع سنين اللي فاتوا ادت اللي بيبحث عن الفرصه يعني دوره، ودوره المهم يعني منتدى شباب العالم وغيره وغيره من وسائل استيعاب الشباب وافكارهم وتطوراتهم والتواصل معاهم. شفنا شباب اصلا ربما ما كانش ليهم مخطط في حياتهم التقليديه ان هم يقابلوا وكيل وزاره في يوم من الايام، لكنهم بيجلسوا مع رئيس عبد الفتاح السيسي او حتى يتحدثوا معه حول افكارهم البسيطه السياسيه، يعني برضو دي حاجه ما كانتش موجوده قوي او بشكل كافي في وسط شبابنا. طب يعني وحضرتك بتتحدث عن الخطوات الاستباقيه، يعني قبل ما يكون في اي ازمه او اي مشكله، وفكره الدوله ازاي بتحضر وبتجهز ان
هو دايما يبقى في تعامل مبكر لو لا قدر الله حدثت. شايف حضرتك المشروعات القوميه فيما يتعلق بالامن الغذائي تحديدا والمحاصيل المختلفه والتوسع في هذه المحاصيل والتوسع لو بنتكلم على الافقي حتى نوع الشتلات طرق الري المختلفه، يعني كل التحديث اللي حصل في منظومه الغذاء بما فيها طبعا الاستراتيجي الاحتياطي من السلع المختلفه، شايف حضرتك تجهيز الدولة ليه كان عامل ازاي؟ ازاي اثر في ازمات زي الازمة الحالية مثلا الازمة الروسية الاوكرانية في توفير الامن الغذائي واهميته وبرضه سوق العمل اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ احنا لو حطينا بعض الارقام المهمة قدام كل الناس وتبدا تفكر فيها هنوصل للنقطة اللي حضرتك بتتكلم عنها. احنا لو دولة بتستورد القمح بنسبة 80% من روسيا واوكرانيا ودولة يعني استيراد ده ما يقرب من 12 مليون طن بيكلفنا رقم معين، استيراد زيت بعض المنتجات الأخرى يعني احنا دولة ربما تكون في حجم الاستيراد يعني عشان الانتاج في الفترة اللي فاتت. معلش أنا آسف بس عشان دي تاني مرة الرقم ممكن بس يساء فهمه، احنا مش بنستورد 80% من احتياجاتنا من القمح ولكن اللي بنستورده من القمح اللي بنستكمل بيه احنا بنستورد بالقمح ما يقرب من 12 مليون طن يعني ما يقرب من 12 بنستكمل ما يقرب من 12 مليون طن وبننتج 10 مليون طن اللي هو الموسم اللي حضراتكم كنتوا دلوقتي بتعملوا عنه بس مباشر في محافظات مصر في الفتره اللي احنا فيها دي. عشان كده الجاب ما بين الاستيراد والبتاع هو اللي كان رافع الاسعار. كمان الدوله تدخلت طبعا في سعر الشراء من من الفلاحين فده ربما هيكون يزود عدد الحاجات اللي احنا بنشتريها. ربطا بالقصه دي ان الناس لازم تفكر وتتدبر في ان احنا يعني عايشين مع بعض والعايشين مع بعض دي منظومه متكامله. فمعناها ان احنا لما الدوله لحد دلوقتي محافظه على رغيف العيش بسعره ده حاجه مجهود عظيم وجبار لانه بتدفع قصاده مليارات تم توفيرها من برامج وحاجات تم وضعها مسبقا. بمعنى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي لما بدا مثلا ما كانش فيه الازمات اللي حضرتك كلمتوا عنها دي، فلما برنامج الاصلاح الاقتصادي حط عشان يحل مشكله مصر من 20-30 سنة. انا بقول لحضرتك المتحف وخمس ست متاحف احنا عندنا 77 متحف بيدخل عندنا 77 متحف بيدخلوا 250 مليون جنيه تقريبا. المتاحف دي بعض منها كان متوقف من 2002 ورجع 2011 وقف ورجع 2018 فاحنا بنتكلم في ان ازاي الدوله استعدت تصنع ده. طبعا المتحف المصري الكبير هيبقى مدخل عظيم لفكره السياحه والدخل. كمان الدوله عندها فكره اداره الازمات واداره الازمات دي الموضوع ترحل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستويات الاقل. بمعنى ان لما بتحصل ازمه دلوقتي في اي مكان موجود ناس تدير الازمه، حتى ان الشباب الصغير دلوقتي بدا يلجا لفكره دورات الازمات في القوات المسلحه في جنيه ناصر وغيرها وياخد دورات ازمات حتى يبقى على المستوى الشخصي يعرف يدور الامر. فهي الاستعداد ربما يكون بدا من القياده السياسيه عبر الموازنه العامه عبر برامج الحكومه من برامج الحمايه الاجتماعيه ودعم الموازنه وترشيد الارقام في الموازنه، لان احنا بنتكلم على موازنه الاول كانت بتحقق جاب كبير ما بين ان احنا بنصرف وبننفق فكان الامر يعني مستحيل جدا. وصلنا ان الرئيس السيسي كان في وقت ما بيرجع وزير الماليه يقول له لا هنعدل في الموازنه وترجع لي بالتعديلات. الموضوع ده اظن يعني وفقا للقرارات ما كانش بيحصل قبل كده. فان احنا الدوله تستعد للبرامج دي بدون الازمه هو ده اللي خلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلا يطلع في يوم من الايام قال لهم اعملوا براحتكم اللي عايز يشتري يشتري، بس لازم ده يرتبط بدور مسؤول من المواطن. بمعنى ان نمط الاستهلاك بتاعنا لازم يتغير، معدلات الشراء بتاعتنا لازم تتغير مش عشان الدوله، ما الدوله مش مديك بس هي يعني احنا دي اخر نقطه يا استاذ زكي عشان للاسف الوقت انتهى. بس هي دي كان برضو الدوله عليها دور انها تطمئن المواطن ما تقلقش ولا تهرع الى شراء المنتجات او احتياجاتك بكثره وبشراهه وبدون تخطيط لان كل حاجه الحمد لله موجوده. لما الدوله طمنت المواطن ان ده حصل ما لقيناش اللي حصل مثلا اول ازمه كورونا لما الناس فكرت انه افتكرت انه الدنيا كلها هتقفل خلاص ومش هيبقى فيه فكله نزل يشتري احتياجات شهر او شهرين قدام. عظيم بس ده اللي عند الدوله. أنا اللي عندي إيه بقى كمواطن؟ ما أنا بقول أنا لازم طبعا أروح للدولة بخطوة. صح مليون في المية صح. بس الطمأنينة لما جت من عند الدولة الأول لما طمنت المواطن الأول المواطن وراها هو كمان إنه أنا قد الوعي وقد المسؤولية وقد الكلمة وأنا هرشد استهلاكي واللي أنا بشتريه لأنه أنا اطمأنيت من الدولة
انه كل حاجه متوفره باذن الله، ما عنديش مشكله في سلع استراتيجيه باذن الله. دي كانت مهمه جدا. بنشكر حضرتك جدا استاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي الكبير طبعا يعني على كل هذه المعلومات وهذا الطرح والنقط المستفيضه اللي حضرتك اتكلمت فيها. بنشكر حضرتك جزيلا، نورتنا في هذا الصباح. نورتنا جزيلا. شكرا لك باسم. وبنشكر حضراتكم على حسن المتابعه. كده انتهى لقائنا معكم لهذا الصباح اليوم. غدا ان شاء الله نقابل حضراتكم في تمام التاسعه صباحا في حلقه جديده من هذا الصباح. دمتم في امان الله.